السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. ريت تخبروني إذا الصوت واضح ولا لا. لا فيكم، بس إذا حدا بيخبرني إذا الصوت واضح ولا لا. أوكي تمام، معناته نستنى 5 دقايق وبنبدأ إن شاء الله. تمام إن شاء الله رح نحفظ اللايف. نور، المفروض إنه يفيدك اللايف، بس برضو أكيد لازم تدرسي. يعني اللايف نمر بس مرور سريع على أهم الأشياء، يعني اللي بالغالب نسأل عنها، وإذا حدا عنده أسئلة نجاوبها. في داعي أحضر إذا فاهم كل إشي؟ لا ما في داعي أكيد، يعني إذا مورك تمام فاهم كل شي وما عندك أي سؤال فأكيد لا، ما يعني ما في داعي. فيش إشي إلا داعي. طيب دقيقتين بدنا نبدأ في التجربة الأولى، بس بدي أسألكم، هلا بتحبوا نشرح سريع عن التجربة الأولى، ولا اللي عنده أسئلة عن التجربة الأولى نجاوبها ونمشي؟ يعني مش عارفة إيش بتحبوا نعمل أكتر. اللايف سجلته على أساس ينزل يوتيوب. إن شاء الله إنه ما يصير خلل في التسجيل وبنزل، بس على العموم إن شاء الله رح ينحفظ على الجروب. طيب هلا التجربة الأولى احنا عملنا لايف لإلها، فأنا شايفة إنه ما في داعي نرجع نشرح كتير مرة تانية. أتوقع إنه هاي الصفحة كنا متفقين إنه أمورها بسيطة وسهلة. بخصوص هاي الصفحة كنتوا تسألوا أسئلة كتيرة، فاللي بدنا نحكي ببساطة عن هاي الصفحة هي أشياء يعني معينة. أول إشي بدنا نحكي عن Maximum Magnification. زي ما انتم شايفين كان في اختلاف بين ارقام المانيوال والارقام اللي كانت بالسلايدز، عدلناها على ارقام الدكتور اللي هي باللون الاصفر انتم شايفينها هون. لكن ما هيك الدكتور قال انه ما رح يسأل يعني عن الماكسيمم ماجنيفيكيشن عشان ما يكون في خربطة. هلا سؤال كنت تسأله عنه عن الكومباوند مايكروسكوب، انه كيف الصورة فيها، قلنا انها هي بتكون ترو انفرتد ايمج. اذا بتتذكروا لما شفنا حرف الاي كيف كان مقلوب، فهي السؤال موجود في السنوات، والغلط بيكون ان ما بتكون ستريت، الصورة ما بتكون ستريت، هي بتكون مقلوبة بالنسبة للي سألوا عن هاي الشغلة.
وكلياتهم 2D، الوحيد اللي 3D من هدول هو الستيريو مايكروسكوب، انه كمان في حدا سأل عن هاي المعلومة. بالنسبة للدارك فيلد والفيس كونتراست، متى بشوف لايت اوبجكت اون دارك باك جراوند، هذا الاشي فيهم التنين بشوف فيهم هاي الخاصية، وبرضه هو مش اشي مهم انه تركزوا عليه. مهم تعرفوا انه الفلوريسنس هو الترا فايلت لايت، يعني هاي اهم الشغلات الموجودة في هذا الجدول. فاذا حدا عنده سؤال عن هذا الجدول ممكن يسأل هلأ، عشان نروح لإشي تاني، عشان بركي ركزنا على التجربة 3 و4 أكتر. لا، مش مطلوب الأشياء اللي شرحها الدكتور زي الليزر مايكروسكوب وهاي الأشياء، لا. حتى عنده سؤال عن الجدول ولا خلص ننزل؟ طيب هننزل لباقي الأجزاء. الإكس راي مايكروسكوب حكينا عنه إنه هو بيستعمل أشعة الإكس راي، هذا المهم، وإني بقدر استعمله للليفينج أورجانيزمز. على السكانينج أكوستيك مايكروسكوب حكينا عنه إنه هو بالعادة، يعني إحنا مش كتير بنستعمله في علوم الأحياء، لكنه بيستعمل الساوند ويفز، هاي يعني معلومة بسوى ان نعرفها. السكانينج هيليوم مايكروسكوب قلنا انه الاشي المهم فيه انه بيحافظ على العينة، leave the sample intact. بالنسبة للنيوترون مايكروسكوب، لانه سألته عن هاي كتير، النيوترون مايكروسكوب قلنا انه هو له احسن كونتراست، مش ريزوليوشن ولا ماجنيفيكيشن. الريزوليوشن والماجنيفيكيشن احسن اشي في الالكترون مايكروسكوب، تمام. الالكترون مايكروسكوب مهم تعرفوا ترانسميشن والسكانينج تفاصيلهم كاملة، شو بيعطوني 2D 3D passing through the sample ولا bounces off، فبرضه هذا مهم كتير تعرفوه. ف true inverted نفسها lateral inverted، بتكون lateral inverted وكمان upside down inverted، يعني بتكون مقلوبة على الجنب ومن فوق تحت كمان. تمام، بنمر على السيفتي إن شاء الله سريع، مع إنه يعني ما في كتير أشياء نحكيها صراحة. طيب والسكانينج بروب مايكروسكوب تكون تعرفوا إنه هو مش أوبتيكال مايكروسكوب طبعا، وإنه بيستعمله للأتومز. طيب على السريع حكينا الماجنيفيكيشن هي التكبير، وقلنا التوتال ماجنيفيكيشن هي الأوكيولر ماجنيفيكيشن مضروبة في الأوبجكتيف، وحكينا إنه الأوبجكت الأوكيولر عفوا نعتبرها دايما 10 ما عدا إذا الدكتور قال لي غير هيك، واللي حلوا الملف اللي نزلته تبع أسئلة الأسئلة المقترحة وهيك، يعني الكويستشن بانك بشكل عام. في سؤال كان كنا حاطين إنه الأوكيولر ماجنيفيكيشن هي 25 كنا معتبرينها. شو أنواع الميكروسكوبات اللي بتترك الخلية حية؟ حكيناهم أنواع الميكروسكوبات اللي بتترك الخلية حية. أول إشي هم الكومباوند مايكروسكوب والستيريو مايكروسكوب، هدول بشكل عام كلهم تقريبا بيحافظوا على الخلية حية، لأنه كلياتهم ضوء طبيعي، يعني ما بيأثروا على الخلية. طبعا الإكس راي كمان حكينا إنه بقدر أستعمله للليفينج أورجانيزمز وبس تقريبا. الباقي الهيليوم مرات كمان ممكن إني أستخدمه، بس الدكتور ما رح يسأل هاي الأشياء، رح يسأل إذا keeps it intact ولا لا. بدكم تعرفوا إنه الإلكترون مايكروسكوب هو الوحيد أنا ما بقدر بالمرة إني أستخدم عليه خلية حية، أصلا هو بدمر أي عينة بحطه فيها سواء كانت حية أو مش حية، مجرد ما أحط العينة خلص رح تخرب، لأنه highly destructive. وبدكم تعرفوا إني ما بقدر على الإلكترون مايكروسكوب أكيد إني أستعمل wet mount slide، وهذا إشي طبيعي لأنه إحنا حكينا إنها لازم تكون مغطية في layer من الميتل، فكيف انا بدي اغطيها بلاير من المتل؟ احنا ما بنعرف، تعرف خطوات الويت ماونت سلايد ما فيها اشي انه بنعمل كوتينج بمتل، فاكيد الالكترو مايكروسكوب بستعمل معاه بريبيرد سلايد. بس للي سألوا هذا السؤال.
طيب حكينا الماجنيفيكيشن هو التكبير، ما في إشي نحكي عنه. طيب الريزولفينج باور او الريزوليوشن حكينا عنه انه هو الوضوح، وكتير ناس سألوا عن هاي النقطة. هلا الريزوليوشن هل بيعتمد على التكبير ولا لا؟ هلا حكينا احنا انه الريزوليوشن هو بيعتمد على اللايت سورس، تمام، على مصدر الضوء، فالمفروض انه هو إشي ثابت. لكن هلا هو إشي ثابت لنفس الميكروسكوب، يعني مثلا كومباوند مايكروسكوب له ريزولفينج باور معينة او ريزوليوشن معينة، لكن حتى انا اوصل الماكسيمم ريزوليوشن اللي بيقدر عليها هذا الميكروسكوب لازم اكون على اعلى تكبير، تمام. يعني الريزوليوشن شو اصلا معناها؟ هي القدره على اني افرق بين نقطتين كتير قراب من بعض او نقطتين كتير صغار، تمام. فالطبيعي اني كل ما اكبر بقدر اشوف بوضوح اكتر الفرق بين هدول النقطتين او تفاصيل هدول النقطتين، لكن طبعا لحد معين. هذا الحد المعين مين بيتحكم فيه؟ نوع الضوء، اللايت سورس، تمام. طيب تحية للينا غرابي يا جماعة. اوكي، الوركينج ديستنس حكينا هي المسافة بين العدسة وبين الستيج، تمام، وقلنا انه كل ما زاد تكبير العدسة كل ما قلت الوركينج ديستنس، تمام. اوكي، هلا في عندنا العلاقة اللي دائما بنحكيها اللي هي علاقة الماجنيفيكيشن في كل هدول الاشياء بالاضافة لايش؟ للبرايتنس. هلا كل ما انا ازيد التكبير قلنا بزيد الريزولفينج باور او الريزوليوشن، بقلل الوركينج ديستنس، وبالنسبة للبرايتنس هي بتقل. ليش؟ لأنه حكينا إنه قطر العدسة بقل، فكمية الضوء الداخل كمان بصير أقل، وبرضه هاد شرحناه في أول لايف. الالكترومايكروسكوب ما بنستخدم مع ويت سلايد، ما بقدر استخدم مع ويت سلايد لاني لازم اكون مغطيتها في ميتل، وانا اكيد ما بقدر اغطيها في ميتل انا في قاعده في مختبر في الجامعه. يعني هي مش من خطوات الويت ماونت سلايد. طيب الكونتراست قلنا اني اقدر اشوف التباين او الفرق اللوني. ديامتر اوف فيلد اوف فيو هاي برضو كتير سالوا عنها، تمام. Diameter of field of view، هلا حكينا احنا انه الصورة انا لما اجي احط الشريحة تحت الميكروسكوب انا عم بكبرها كتير، فاكيد ما رح اقدر اني اضل شايفتها كلها، يعني انا عم كبرتها، تمام. ف Diameter of field of view اللي هو قديش انا عم بشوف actually من العين اللي عندي، تمام. لنفرض العين انا عندي طولها مثلا 1 سنتيمتر، انا قديش شايف من هذا 1 سنتيمتر؟ هل انا شايفة نصه؟ هل انا شايفة بس مثلا ربعه لهذا السنتيمتر؟ هذا هو Diameter of field of view، تمام. واكيد كل ما زادت الماجنيفيكيشن بده يقل الدايامتر اوف فيلد اوف فيو. وضربنا عليها مثال انه لما انا عندي صوره مثلا على تليفوني وقاعده عم بعمل زوم عم بكبرها، هلا انا عم بشوف التفاصيل اكبر واوضح لكن انا عم بفقد اطراف الصوره، تمام. فنفس الفكره هون، كل ما انا عم بزيد الماجنيفيكيشن عم بقل الدايامتر اوف فيلد اوف فيو، وهي العلاقه مهمه وشفت زي ما الميد ممكن ينسال عنها. الكومباوند بتكون حية، ممكن تكون حية. كمل ولا حد عنده سؤال؟ مش عارفة إذا أنا عم بمشي سريع ولا لا، بس لأنه هدول كله كتير حكيناه. يعني العلاقة بين الماجنيفيكيشن والريزوليوشن طردية؟ طردية. ايش الفرق بين الهيد والبادي تيوب؟ هلأ حنيجيهم، بس نحكي عن الأجزاء. طيب نكمل. اوكي، هلأ حكينا عن الميكروسكوب انه هو رح ندرس احنا الكومباوند مايكروسكوب، ولا ممكن انه يكون باينوكيلر او مونوكيلر اللي هو حسب عدد الاوكيلر لينسز اللي بيكونوا موجودين، تمام. هلا في حدا سأل انه كيف بقدر اميز بين الكوندنسر وبين الايريس ديافرام. هلا هم تقريبا موجودين في مكان كتير قريب من بعض، فاذا بده يجيب الدكتور بده يجيب صورة واضحة، بس ممكن نشوفهم هون هيهم بهاي الصورة موجودين. هلا السؤال اللي سألنا كتير، ايش الفرق بين الهيد وبين البادي تيوب؟ طيب هلا اذا بتلاحظوا او اذا بتدوري بالصور، مره رح تلاقوهم مكتوب هيد، مره رح تلاقوا بادي تيوب، حتى في السلايدات الدكتور مكتوب هيد داش بادي تيوب. طيب كيف بدي اميز؟ هلا
الدكتور حكى إنه هو أشرع هذا الجزء تحديدا، وبهذا الجزء هو قصده البادي تيوب، وإنه لو بده الهيد كان حط لكم دائرة عليه كله، لأنه الهيد هو برضه جزء يعني كامل من ضمنه البادي تيوب، ومن ضمنه كمان الأوكيلر لينسز وهيك. فإنه لو هو بده الهيد كان حط دائرة عليه كله، بينما بما إنه هو مأشر بس هون فهو بده البادي تيوب. فنفس الإشي رح نعتمد هلأ، مع إنه يعني ما أظن إنه الدكتور رح يجيب لكم إياها، لكن إذا أشري لكم مرة تاني بس على هون معناته هذه رح نعتبرها البادي تيوب. إذا حط عليها كلياتها سيركل وسألكم إيش هاي، هاي رح يكون الهيد. تمام؟ طيب خلص نمشي، ولا ضل حدا عنده سؤال عن هاي النقطة؟ كل ما كان التكبير أقل بتكون الصورة أصغر. ما فهمت يمان السؤال بالضبط. ما في علاقة بين الكونتراست والماجنيفيكيشن، بيسأل ما في علاقة بين الكونتراست والماجنيفيكيشن. الكونتراست إلها علاقة، حكينا بإني بزيدها عن طريق إني بضيف داي، بضيف صبغات. إلكترون مايكروسكوب uses only prepared slide. yes، لأنه قلنا إنه لازم تكون metal coated. طيب خلينا نحكي أكتر شوي. هلأ إحنا في عنا تو نوبس بالمايكروسكوب. في عنا واحدة بسميها الستيج نوب أو أدوبي نوب، اللي هي هاي الستيج كنترول. في عندي واحدة بسميها الكورس أدجستمنت أو الكورس نوب. خلينا نحكي عن الكورس نوب بما إنكم يعني بتعرفوها أكتر. الكورس نوب حكينا هي بتكون إما فاين وإما كورس. الكورس حكينا بتحرك لي الستيج كتير، لوين بتحركه؟ لفوق وتحت، قريب وبعيد من العدسة. طيب الكورس ادجستمنت مع شو بستخدمها؟ حكينا اني بستخدمها مع عدسة الأربعة وعدسة العشرة وعدسة الأربعين في حال ما عندي صورة بالمرة. تمام؟ أما الفاين ادجستمنت حكينا بنستعملها مع الأويل إيمرجن اللي هي 100 دائما وأبدا، وحكينا بنستعملها مع عدسة الأربعين إذا كان في عندي صورة بدي أوضحها. تمام؟ خلصنا من الكورس ادجستمنت والفاين ادجستمنت نوبس. هلا بدنا نحكي اكتر عن الستيج كنترول اللي هي نفس الادوبي كنترول. ايش بتعمل؟ هاي بتحرك لي الستيج يمين وشمال وقدام وورا. تمام؟ طيب شو وظيفتها؟ إلها اكتر من وظيفة. اول اشي عشان اعمل سنتر للعينة تبعتي، اتأكد انه انا العينة تبعتي حطتها بالنص بالضبط. تمام؟ هذا اول اشي، يعني انا بضل احرك الستيج لحد ما اتأكد اني انا حطيت عينتي بالنص. بعد هيك اتاكد انه اللي انا شايفته اصلا هو العدس، هو الشريحه تبعتي او العينه تبعتي. ليه؟ لو شفته في المختبر حتفهموا شو عم نحكي. هلا احيانا بيكون مثلا العدسه نفسها هي المتوسخه او في عليها اشياء، فانتوا بتفكروا انكم انتوا شايفين الشريحه او العينه، بس انتوا فعليا ما بتكونوا شايفينها. فاذا انا حركت للستيج بس الصوره عندي ما تحركت، او الاشياء اللي انا شايفتها ظلت في مكانها، معناته اللي انا شايفته هو مش الشريحه. تمام؟ مش السلايد. فهاي كمان شغله. والشغلة الأخيرة إنه عشان أتأكد إني أنا اخترت البست سايت من السبيسمن تبعتي، أنا اخترت أحسن مكان من هاي الشريحة تبعتي. ليه؟ لأنه أنا لما أحضر الشريحة ممكن مكان يكون مثلا صار فيه اير بابلز، ممكن مثلا يكون العينة تبعتي وأنا بحضرها مثلا تنيتها بالغلط، أو في جزء مش مظبوط، مش مصبوغ 100% إلى آخره. فأنا بضلني أحرك لحد ما أشوف أوضح وأفضل جزء من العينة عشان إني أشوفه وأدرسه. تمام؟ هذا بخصوص النبض للي سأله. Does brightness decrease with magnification? Yes. تمام خلونا نكمل. هلأ هون الأجزاء بدكم تحفظوهم، ما في إشي ينحكى صراحة. نفس الإشي العدسات بدنا نحفظهم. الأسئلة اللي كانت عندكم عن هذا جاوبناها. طيب هلأ طريقة تحضير الميكروسكوب هو عفوا استعمال الميكروسكوب هو اللي أنا شفت إنه سألته عنه كتير. طيب
أول إشي بدنا نعرفه إنه دائما إحنا لما نيجي بدنا نبدأ طبعا بدنا نطلع الميكروسكوب، بدنا نتأكد إنه نوصله منيح بالكهرباء، ما نحطه على الطرف إلى آخره. هلأ بدكم تعرفوا إنه دائما بنبدأ بأقل الأشياء دائما، يعني بنبدأ في أقل تكبير، بنبدأ الإضاءة على أقل إشي ممكن، الستيج يكون نازل لتحت أكتر إشي، هذا بدكم تعرفوه تمام. فهذا أول إشي بنعمله، إنه بنحط بنشبك الميكروسكوب، بنحط العدسة 4، إنه بنوطي الستيج لآخر إشي، بنوطي الضوء لآخر إشي وهكذا. بعدين بحط الشريحة تبعتي وببلش بالكورس فوكس ادجستمنت نوب، اكبرها لحد ما ايش اشوف صورة منيحة تمام. بعد هيك بصير يعني اقلب بين العدسات تبعوني، يعني اشوفها بالاربع، اشوفها بالعشرة، بالاربعين، بالمية. طبعا لما اجي اشوفها بالمية لازم استعمل الاويل ايميرجن، وطبعا ما تنسوا انه حكينا متى بنستعمل الكورس، متى بنستعمل الفاين ادجستمنت نوبس. بس هلا لما اجي بدي اسكر الميكروسكوب زي ما بديت زي ما بني تمام، يعني برجع العدسة 4 كمان مرة، بنزل الستيج لتحت لآخر مرة، بطفي الضوء، بشيل الميكروسكوب من الكهرباء وبلف الفيش على ايد الميكروسكوب. بس يعني هاي هي الاشياء اللي بدكم تعرفوها عن طريقة استعمال الميكروسكوب، ما في اكتر من هيك. المكتوب هون عن الديوبتر رينج والايريس ديافرام يعني انسوا، مش مطلوب. طيب هاي هم الأشياء اللي حكينا عنهم، إنه نرجع على 4X ميكانيكال ستيج لآخر إشي تحت، الكورد إني أكون لفيته على الأرم كويس، الكوندنسر يكون مرفوع لآخر إشي فوق، اللايت أدجستمنت يكون أوطى إشي ممكن، وهيك لما أجي أضب الميكروسكوب. برضو هذا الإشي معروف، ضل حدا عنده أي إشي عن استعمال الميكروسكوب؟ طيب نشرح الويت والبريبير. طيب طيب ايش الفرق بين الويت والبريبير سلايد كمان مرة؟ الويت سلايد هي اللي انا بحضرها بالمختبر تمام، يعني زي لما حضرنا الجيرانيوم، زي لما حضرنا الاونين ابيديرمس، زي لما حضرنا التشيك ابيثيليوم تمام. كل هدول ايش انا بسميهم؟ بسميهم ويت سلايد. ايش بتكون ايش الخطوات؟ اني انا بجيب نقطة مي، بحط العينة اللي بدي اياها ايا كانت تكن، بحط الصبغة، بنزل الكفر سلب شوي شوي، بشيل اي اكسس ووتر او اكسس داي، اي صبغة زيادة، وبشوفها تحت الميكروسكوب تمام. هاي اللي بسميها انا الويت ماونت سلايد تمام. وايش بعمل بعدين؟ بشوفها تحت الميكروسكوب. ايش السيلز بتكون؟ بتكون السيلز لايف سيلز تمام، بتكون حية. هلا البريبيرد سلايدز، هاي البريبيرد سلايدز بتكون السيلز فيها ديد، بتكون ميتة. انا ما بحضرها، انا بشتريها من مختبرات خاصه في هذا الاشي. يعني مثلا هلا في كتير عينات رح تشوفوا ان شاء الله في المستقبل لما تصيروا تاخذوا مثلا سيستمز وهيك، مثلا بتشوفوا تحت الميكروسكوب مثلا الكبد والطحال والحبل الشوكي وما بعرف شو. هلا اكيد الدكتور ما راح في اللاب يجيب لكم حبل شوكي ويحضر لكم مثلا عينه، ولا يجيب لكم الكبد تبع الانسان ويحضر عينه، لا، بيكون في مختبرات خاصه في هذا الاشي بتحضره، بيكون محنط في طريقه معينه تمام. فبتكون الخلايا ميتة وأنا بروح بشتريها من مختبرات خاصة وبقدر إني أشوفها تمام. هلا اللي prepared slides بتضلها عندي عادي سنين، ما بتخرب، هي بتكون محنطة في طريقة معينة، بيكون معمل لها إيش بنسميه fixation. أما ال wet mount slide اللي أنا بحضرها في المختبر في دقيقتين، هاي بس أخلص منها خلص بكبها، ما بتضلها عندي تمام. رح نحفظ البث ان شاء الله. شو بدنا نحكي هون؟ هاي اللي سألوا عن البرايتنس، هي مكتوبة هون كمان مرة، عن ريزولفينج باور مكتوبة هون. اوكي، عن تنظيف الميكروسكوب عادي احنا بننظفه، حكينا باسمها اللي هي اللينس بيبر، حكينا من اسمها وقلنا انه بس اللي بدكم تعرفوه انه اخر اشي بننظفه هي الاويل اميرجن لينس. ليش؟ لانه عليها زيت وانا ما بدي الزيت يوسخ لي كل الميكروسكوب تبعي، هذا بدكم تعرفوه. هلا الستيريو مايكروسكوب اجزائه ووظائفهم تقريبا نفس اجزاء الكومباوند مايكروسكوب، فبرضه ما في اشي ينحكى صراحة. وهلا هون الاميبا،
الأميبا بدكم تعرفوا دائما حكينا إنه contractile vacuole في أي مكان تكون للأوزموريجيليشن، حكينا إنه في عندها سودوبوتس، حكينا إنه هاي السودوبوتس بتستعملهم لشغلتين، لأنها تتحرك الموفمنت والفيدنج عن طريق الفاجوسيتوسس. قلنا إنها السودوبوتس كأنها بتحاوط الإشي اللي بدها تاكله وبتسكر عليه وبعدين خلص بفوت جواها. طبعا أكيد النيوكليس في أي مكان للسيلولار اكتيفيتيز، تمام؟ فبس برضو ما في إشي نحكى هون. الفود vacuole زي من storage للفود، برضو هذا إشي طبيعي. قلنا ستورج كلا طبعا ركزوا، مش هيدروليسس، حكينا هي ما بتحطم الأكل، هي بس بتعمل له ستورج. يس، الويت ماونت alive organisms. الصورة المقلوبة والحقيقية، تمام. هلا الصورة في الكومباوند مايكروسكوب، مش عارفة كيف بدي أفتح القلم، دقيقة أجرب. أوكي، هلا هذا حرف الإي، تمام، يعني معلش على الرسمة، هذا حرف الإي. أوكي، هلا لو أنا بدي أقلبه أبسايد داون كيف رح يصير؟ بصير زي هيك، تمام. هذا لو أنا قلبته شو أبسايد داون، هيو قلبته من فوق لتحت، لكن أنا مش بس بقلبه هيك، بقلبه كمان لاترال، بقلبه جانبي، بقلبه فبصير زي هيك، تمام. سوري يعني على الرسمة، هيك إحنا بنشوفه تحت الميكروسكوب. حرف الإي بتحول من هذا الشكل لهذا الشكل، فعشان هيك بتكون upside down و lateral inverted الصورة تبعتي، تمام؟ المعلومات اللي كتير مهمة اللي حكيناها هلأ، إن شاء الله بعد اللايف رح يعني ننزل بوست فيه أهم المعلومات عن كل إشي، فعشان يعني ما نضل نعيد ونطول على اللايف. فضل أي حدا عنده أي سؤال ما حكيناه. عشان إذا تمام ننتقل للي بعده، بس ما بعرف بدكم نروح للتجربة الثانية ولا الثالثة ونرجع للثانية، مش عارفة. all macromolecules polymers، هاي التجربة الثانية، بس لا طبعا مش كل الماكرومولكيولز polymers، لأنه الكربوهيدرات macromolecules ممكن يكونوا monomers عادي. حيرتوني أمشي على الترتيب ولا على التالت. طيب أصلا التجربة التانية سهلة، فخلينا نروح عليها سريع بما إنه الأغلب بيقول نمشي بالترتيب، فرح نروح عليها سريع. هلا حكينا عن التجربة التانية، بدنا نحكي عن السلس البروكاريوتس واليوكاريوتس. حكينا سريع، وين رحت أنا؟ عن المودرن سيل ثيري. هلا اجاكم هون سؤال وشوي يعني اختلفتوا هيك. هلا المودرن سيل ثيري، لما نحكي ثيري يعني هو ايش بدنا نعرفه، يعني زي ما نحكي في النص الحرفي تبعه، يعني هي نظرية ما بقدر اني اغير فيها زي كأنها قانون، تمام. فعلشان هيك هدول بدنا نعرفهم زي ما هم هون مكتوبين، بعرف انه يفهم منها اشياء مختلفة. يعني بعرف لما نيجي نحكي مثلا انه اللي هو اللي اجاكم، انه جميع اللي هو هذا السؤال أتوقع كان إنه جميع الخلايا إلها نفس الكيميكال كومبوزيشن مثلا، فهل ده معناته إنه different species إلهم different chemical compositions؟ هلا إحنا بنفهم إنه هيك، لكن هو مش نص نظري، تمام. عشان هيك هذا الإشي كان في الكويز غلط. فلما بدنا نعرف عن المودل الثيري بدنا نمشي في الترتيب، تمام، أو يعني في مش في الترتيب، قصدي في نمشي حرفيا يعني هو شو مكتوب.
طيب بروكاريوتس واليوكاريوتس بدكم تحفظوهم. مهم هون بس المكتوب نعرف أن اليوكاريوتس ممكن تكون يونيسيلولر وممكن تكون مالتي سيلولر، بينما البروكاريوتس دائما بتكون يونيسيلولر. ما في إشي زيادة نحكيه. هلا الكومن فيتشرز في كل الخلايا ضروري نعرف انه كلهم في عندهم بلازما ميمبرين، كلهم في عندهم سايتوسول. وبليز هنركز انه الدكتور قال انه ممكن يعتبر سايتوبلازم بدل سايتوسول عادي، تمام؟ فلو قالكم انه كل الخلايا فيها سايتوبلازم حطوا صح، لانه الدكتور قال سايتوسول عنده نفس سايتوبلازم، ما رح يدقر على هذا الموضوع، تمام؟ كلها في عندها دي ان اي او في عندها كروموسومز، كلها في عندها رايبوسومز. هلا زي ما حكيت لكم اكثر من مره انه الرايبوسومز احنا ما بنعتبره اورجانيل، هو مش عضي، هو فعليا بنعتبره احنا انزيم، تمام؟ ار ان اي انزيم. هلا تال اذا عم تسالي عن المودمس الثيري اذا حرفي لازم نحفظه، مش الفكره انه بدك تحفظيها سمعي له اياها، لا بدك تعرفي شو اللي انذكر في الثيري، تمام؟ مش بس بنفهم منها، يعني اذا نذكر انه كلياتهم متشابهين بالتركيب بدك تعرفي انه متشابهين بالتركيب وبس، مش تعرفي انه العكس اذا مثلا مختلفين في السبيشيز معناتهم مختلفين في التركيب. بعرف انه يفهم هيك لكنه مش نص النظريه، تمام؟ طيب نكمل سريع. هذا الجدول برضو حفظ، ما في اشي نحكيه، بس كنت اعلق على سؤال لانه شفتوه انتو في الكويز واللي سألتوني عنه. البروكاريوتيك سيلز هم اصغر من اليوكاريوت، بس دائما لما نحكي اول يا جماعة دائما اي خيار فيه اول مشكوك فيه دائما، لانه ما في اشي اسمه اول بالذات في العلم، ما في اشي اسمه كل اشي، لانه فعليا لكل قاعدة شواذ، تمام؟ وكان في الكويز انه all prokaryotic cells are smaller than eukaryotic cells، فهذا الاشي غلط، تمام؟ مش كلهم، لأنه في بكتيريا لقوها إنه حتى بقدر أشوفها في العين المجردة، تمام؟ فبس يعني للي سألوا عن هاي الشغلة. طيب ضروري نعرف كيف يصير ال cell division وال reproduction. ماشي، البكتيريا سألتوني عنها كتير يا جماعة. طريقة تحضير البكتيريا والله مش مطلوبة، مطلوب منكم تعرفوا الصبغة إن هي كريستال فايلت، تمام؟ طيب أشكال البكتيريا لا مش مطلوبة، هذا الإشي مش مطلوب، تمام؟ هلا هدول أجزاء البكتيريا أكيد مهمين، مهمين تعرفوهم وين على الصورة كمان. طيب الباراميسيوم نفس الإشي برضو أجزاء، وبدنا نحفظ هاي الأجزاء وشو بتعمل، وبدنا نعرف إنه هي يوكاريوت لكنها يونيسيلولر، تمام؟ ضروري نعرف إنه الباراميسيوم إذا يونيسيلولر يوكاريوتيك سيلز. لا أسماء البكتيريا مين بيسأل ويز؟ لا هدول إذا قصدك عن هدول فلا، هدول مش مطلوبين نعرفهم. طيب كمل. ما في إشي زيادة نحكي عن البراميسيوم. هلأ عن البلانت سيلز، البلانت سيلز حكينا انه احنا بنصبغهم في اللوجلز سوليوشن، تمام؟ محلول اللوجلز، وبرضه اللي هو رح نحكي عنه لقدام، حكينا انه اللوجل ايودين او اللوجل سوليوشن بيرتبط بالنشا، والنشا موجود بكثرة في الخلايا النباتية، عشان هيك انا بستعمله لا اشوف البلانت سيلز سواء كانت الجيرانيوم او كانت الاونيون ابيديرمس، تمام؟ فبس هون بدنا نعرف كمان مرة نحكي سريع انه يا جماعة الجارد سيلز بتكون كريسنت شيب، كريسنت يعني زي كأنها مثل الهلال، تمام؟ ووظيفتها انها تعمل ريجوليشن للاوبننج والكلوزنج تبع الاستوماتا، تمام؟ الاستوماتا اللي هي هاي الفتحة اللي في النص هي اللي بتنظم دخول وخروج الغازات، هي اللي ريجوليتس الغاز اكستشينج، وهذا كلياته الاشي انا بسميه اللي هو الاستوما، تمام؟ كامل مع بعضه هاي استوماتا وهدول الجارد سيلز وبس، وحواليهم طبعا اللي هم الابيديرمال سيلز، واكيد مليان هي كلوروبلاست اللي بيعمل لي ايش فوتوسينثيسز. بس طبعا هاي الصوره موجوده عندي هون بصبغه تانية مش بصبغه اللوجلز ايودين، بس لانها هون بتبين لي الاجزاء كويس. طيب نكمل. هاي الاونين ابيديرمس اهم اشي بلفتني هون، بدي اشوفه انه هي ريجولار شيب، لانه في عندها ايش، في عندها سيل وول، يعني هاي اهم معلومه بس تعرفوها من هون. التشيك ابيثيليوم
حكينا انه باخذها من باطن الخد، ونوع الخلايا بسميه سكوامس ابيثيليوم، تمام. ايش نوع الصبغة اللي بستخدمها؟ بستخدم ميثيلين بلو، برضو كمان مهم انكم تعرفوها. بس هلا في عنا هون اجزاء الخلايا، عفوا عضيات الخلية، وامبلا برضو اجزاء الخلايا، بدكم تعرفوا طبعا ايش بستعمل، يعني ايش وظيفة كل واحد فيهم، وين موجود، كيف شكله، يعني شفتوا اللي اجاكم بالامتحان زي ما اجاكم. سألتوا كتير صحيح عن السنتريولز، اذا موجودين في الخلايا النباتية ولا لا. يا جماعة هم اجمالا مش موجودين، بس زي ما حكينا برضو ما في اشي في العلم نقدر نحكي انه اول، ما بنقدر نحكي انه بشكل عام ما في، لا انه خلص ما في وابصر شو، كل اشي له استثناء. فهي لا مش موجودة بشكل عام السنتريولز، لانه في اشياء تانية مثلا بتحل مكانها، لكن ما بنقدر نحكي برضو انه بشكل انه بصورة عامة لا ما في، ما بقدر احكي all plant cells ما عندهم سنتريولز. بس زي ما اجاكم في الكويز كانت هي الخيار الوحيد المنطقي، ولما نحكي احنا جنرالي بشكل عام بدون ما اجمع على كل اشي، أو بقدر أحكي إنه البلانت سيلز ما في عندهم سنتريول، والدكتور قال ما رح يدقر على هذا الموضوع. طيب نفس الإشي هون، أنيمال أند بلانت سيلز كومباريزن. تمام أوكي، ما فيش إشي زيادة صراحة نحكيه هون. يس هديل، كيف بدي اميز بين اللايزوزوم والبيروكسيزوم؟ هلا بالصور صراحه مش كتير بيكون واضح الفرق بين البيروكسيزوم وبين اللايزوزوم، بس الدكتور غالبا مش بيلكم اذا بده يسال عن هذا تحديدا، يا بيجيب لك يعني صوره من اللي اوريدي مرت علينا، تمام، لانه ما بتقدر تميزه بالشكل كتير، او بيكون من الخيارات واضح انه الدكتور عم بيسال عن اللايزوزوم او عن البيروكسيزوم، تمام، لانك لا ما بتقدريش تعرفي صراحه. صلاح بسأل إذا في كويس شامل، في ملف أسئلة كامل نزل، تمام. الكرات الخضر، الكرات الخضر هذول هم الكلوروبلاست. طيب ضل أي حد عنده أي سؤال؟ عشان نروح للتجربة التالتة، لأنه هاي مرينا عليها وما بدنا نطول كتير. في فرق بين تحضير السلايد انه مثلا احط مي صبغة العينة او بدون مي زي ما عمل الدكتور؟ لا ما في فرق. هلا الفكرة انه احيانا بتكون تركيز الصبغة عندنا كتير عالي فبحط مي، مرات لا بتكون الصبغة عندي خفيفة مثلا الى اخره، فما بضطر اني احط مي. فيعني بيعتمد على كتير اشياء، بيعتمد على العينة تبعتي كبيرة ولا صغيرة، فلا مش دائما لازم احط مي. تحضير الخبز والبصل نعم اكيد مطلوب. طيب هلا هون اللي هو practical part من experiment 2، كلياته مهم، كلياته مطلوب، كلياته فعليا نفس الاشي، انه احنا رح نيجي طبعا ننظف السلايد تبعنا، بعد هيك رح نيجي ناخد عينة اللي انا بدي اياها، مثلا هون الاونيون ابيديرمس رح احطها في نقطة من الصبغة، او بحط مي بعدين بحط صبغة ايا يكن، بعدين بحط الكفر سليب بزاوية 45 وبنزل شوي شوي، اهم اشي to avoid air bubbles trapping، تمام، عشان ما يصير في عندي اير بابلز. حكينا انه اهم اشي تعرفوا انه الابيديرمال سيلز تبعون الاونين لانه عندهم سيل وول بيكونوا ديفينيت شيب او ريجولار شيب، وحكينا انه ما بقدر اشوف السيل ميمبرين اللي هو البلازما ميمبرين، بقدر اشوف بس السيل وول. ليش؟ لانه يا جماعه هو اشي مغطي، تمام، يعني هو مغطي على السيل ميمبرين، عشان هيك انا ما بقدر اشوفه. يعني مش عارف كيف بدي اشبه لكم اياها، بس تخيلوا لو مثلا انتوا لابسين بلوزه وبعدين فوقها البلوزه لبستوا جاكيت وسكرتوا الجاكيت على الاخر، كيف بدكم تشوفوا البلوزه اللي تحت؟ ما بتقدروا، تمام، يعني هاد يعني اقرب اشي ممكن اشبه لكم اياها. هاي الجيرانيوم ممكن تشوفوا، هاي الاستوما، وهاي الكريسنت شيب، هذول النقاط هم الكلوروبلاست. التشيك ابيثيليوم برضو التحضير نفس الاشي، بس هون باخذ العينه عن طريق اني بحرك التوث بيك في باطن الخد، وبعدين بحركها في المي او الصبغه، بعدين بحط مي، دائما بشيل الصبغة الزيادة بفلتر بيبر حكينا عنها. هاي كيف بشوفها تحت الميكروسكوب. هلا أهم إشي نعرفه بس عن البكتيريا اللي بدي إياكم تعرفوا عن طريق تحضير البكتيريا، غير نوع الصبغة إنها كريستال فايلت،
بتعرفوا انه ما بقدر اشوف الالترا ستراكشر تبعها ابدا الا تحت الالكترون مايكروسكوب، وانه عشان اشوف شكلها العادي بشكل عام زي هي والله رود ولا مثلث ولا ايا يكن هو الاشياء اللي مش مطلوبه منكم، لازم وين اشوفها على تكبير الف عشان اقدر اشوفها كخلايا منفصله واشوف شكلها بالضبط، تمام. اما الترا ستراكشر ما بشوف غير في الالكترون مايكروسكوب. هيك بنكون خلصنا تجربه 2 اذا ما حدا عنده سؤال. تمام، حد عنده سؤال عن تجربة 2 سواء عن البراكتيكال بارت أو تمام؟ خلص نروح لتجربة 3. أشكال البكتيريا لا مش مطلوبة. تمام، حنروح على تجربة 3. تمام، طيب تجربة 3 للأمانة من التجارب اللي كتير حلوة مش شوي. أوكي، هلا أول إشي اللي classes of molecules. أول إشي كلياتكم تعرفوا إنها المولكيولز بشكل عام يا جماعة carbohydrates, fats, lipids, proteins, والنيوكليك أسيدز. هلا بشكل عام لما احنا بدنا نيجي نحكي الماكرو مولكيولز ممكن انهم يكونوا بوليمرز، ممكن انه يكونوا نون بوليمرز اللي هي مونيمرز اللي سألوا عن هاي الشغلة. ماكرو مولكيولز عادي ممكن تكون بوليمر ممكن يكونوا مونيمرز عادي. هلا البوليمر ايش هو البوليمر؟ حكينا انه هو كومباوند كبير بتكون من شو؟ من سمول مونيمرز بيرتبطوا مع بعض، تمام. هلا كيف بيرتبطوا مع بعض؟ حكينا بيرتبطوا مع بعض عن طريق ديهايدريشن. بهذا الديهايدريشن انا ايش بعمل؟ بشيل مي، تمام. water is released. اوكي، وعشان اكسر البوليمر على العكس بدي اعمل، عشان اكسر البوليمر راح اعطيه مي، بعمل له هيدروليسيس، تمام. طبعا ايش حكينا البوليمرز من ضمنهم الكربوهيدرات البروتينز والنيوكليك اسيدز. حكينا انه الليبيدز انا ما بقدر اعتبرهم بوليمرز، تمام. طيب هلا حكينا انه سواء الهيدروليسيس او الديهايدريشن انه بستعمل فيهم انزيمز عشان يسرعوا لي التفاعل، برضو ما في اشي زيادة ينحكى. هلا عن الاسنشال اليمنتس، هلا هون اللي صار عندكم الخلل تبع الترجمة، تمام. هلا اول اشي الاسنشال اليمنتس بشكل عام حكينا انه هم الاليمنتس او العناصر اللي ضروري جدا وجودهم، واذا كان فيهم نقص على مدار طويل هذا النقص رح يؤدي لشو؟ انه يصير في عنا ديفلوبمنت تطور وفانكشن وظائف غير طبيعية للانسان، وإذا بالمرة بطلوا موجودين هذا الإشي بيؤدي لشو؟ للوفاة، تمام. فحكينا إنه البلك إليمنتس اللي هم البيلدينج بلوكس للكومباوندز بجسمنا اللي هم أهم الأشياء. جسمنا إحنا من إيش بتكون؟ بيتكون من بروتينات ومن دهون وإلى آخره. هاي الأشياء كلياتها من إيش بتكون؟ دائما كنا نحط كربون وأكسجين وهيدروجين إلى آخره، فهدول الأشياء ما بقدر جسمي يستغني عنهم أبدا. إذا ما كانوا موجودين دغري الإنسان طبعا بيموت، مثل الأكسجين الكربون الهيدروجين النيتروجين والسلفر، تمام. هلا الماكرو مينرالز اللي هم اهم الايونز، هذا بدكم تعرفوا ان هم الاسينشال ايونز الموجودين في البادي فلويدز، وكمان بيلعبوا دور في الستركتشرال كومبوننتس. ليش؟ لانه لهم دور مثلا في العظام وغيره زي الكالسيوم كمان البوتاسيوم، تمام. فبدكم تعرفوهم الماكرو مينرالز. هلا التريس اليمنتس، التريس اليمنتس هي موجوده في نسبه كتير قليله but are not required for growth or good health. هلا انا بعرف انه يعني مش منطق لانه حكينا انه الاسينشال اليمنتس هي كتير ضروريه وبدون وجودها الواحد بيموت، وبعرف في نفس الوقت انه كيف يعني انها موجودة في كميات قليلة جدا لكن مع هيك مش مهمة، انه لا المفروض انها مهمة حتى لو انها موجودة في كميات قليلة. هلا انا متفاهمة هذا الشيء وحكيت مع الدكتور عن هذا الموضوع صراحة وسألته عنه هيك، لكن الدكتور كان يعني مصر على فكرة انه لا not required، وهو حاطه في السلايدات يعني not required وما اقتنع فيها، فعلشان هيك انه لا التزموا فيها انها هي not required for growth and good health، تمام. وهاي الامثلة عليها اعرفوهم طبعا. بالنسبة لهاي الصورة لا مش مطلوب نحفظ النسب تبعها، تمام. مش مطلوب نعرف الهيومن بدي قديش في عنده أكسجين وكربون إلى آخره. الدكتور قال إنه ما في داعي.
إذا في أي يعني أسئلة على تجربة قبل رح أتركهم للآخر صراحة. تمام، طيب خلينا نكمل. الهيدروليسيس رياكشن حكينا إنه في الهيدروليسيس رياكشن اللي أنا بعمله إني بكسر البوليمر، بيكون عندي بوليمر بكسره للمونيمرز تبعونه. فاللي بعمل هون عن طريق شو؟ عن طريق إني بضيف لهم مي. تمام، بكسرهم عن طريق إني بضيف مي. اللي بصير إنه طبعا كالعادة إنه أكيد في إنزيم بتساعدني، بكسر أنا روابط. تمام، بكون في عندي بوليمر في بيناتهم رابطة، أنا بكسرها، وهذا الإشي إيش بيطلع؟ بيطلع لي طاقة. تمام، ريليزز انرجي. هلا بالنسبة للديهايدريشن هي بالعكس، في الديهايدريشن انا ببني روابط عن طريق شو؟ عن طريق اني بشيل مي. كيف بشيل مي؟ بشيل او اتش من المركب الاول وبشيل اتش من المركب الثاني وبكون رابط. تمام، وهذا الاشي بيحتاج طاقة، require energy. تمام، فاذا هو اشي صراحة بالمنطق يعني انتو حفظوه انه دائما الواحد لما بده يبني الاشي بيغلب اكتر. تمام، فهي الديهايدريشن بتحتاج طاقة، بينما انه الواحد يكسر ويهدم كتير اشي سهل، فهي بالعكس it releases energy. تمام جماعة، والله بعرف انه اذا نقص الحديد الانسان بتعب وريكويرد وبتصير صحته مش كويسة. حكيت لكم من ضربت المثال الدكتور عن الحديد خصوصي، والدكتور قال انه هو حاط الحديد هيك كمثال بصورة عامة، فمش انه تركزوا عليه هو، يعني هو ما بيحكي عن الحديد خصوصا، هذا كان رده. فخلص عرفوها مثل ما بده الدكتور. تمام، طيب خلونا نكمل. هلا الكربوهيدرات، الكربوهيدرات احنا بنعرف انه ممكن يكونوا اكثر من شكل. خلينا نروح لهون، مونوساكرايدز، دايساكرايد، اوليغوساكرايدز، بوليساكرايدز. هلا برضو بعرف انه كان في عندكم اختلافات هون بين البايو وبين اللاب. هذا طبعا الارقام اللي انت شايفينها هون هاي ارقام السلايد والدكتور معدلها هيك، فاكيد احنا حنلتزم فيها زي ما الدكتور حاططها. تمام، اوكي. هلا المونوساكرايدز، حكينا عن المونوساكرايدز هم simplest sugar، أبسط السكريات. ممكن إنه يكونوا ألدوز، ممكن إنه يكونوا كيتوز. مثال على الألدوز هو الجلوكوز، مثال على الكيتوز هو الفركتوز. تمام، هدول يعني الأمثلة اللي كان الدكتور حكي عنهم بصورة خاصة. طيب هلا هون صار في عندكم الفكرة اللي لقدام بدنا نحكي عنها شوي، اللي هي تبعت التوتمرايزيشن والانوميريك كاربون، رح نحكي عنها بعدين. بس اللي بدنا نعرفه انه على المونوساكرايد قلنا هو يا اما بيكون في عنده الدوز يا اما بيكون في عنده ايش، كيتوز. تمام، هلا احنا حكينا انه في اشي اسمه ايزومرز. ايش يعني ايزومرز؟ ايزومرز يعني بيكون مركب فيه نفس عدد الذرات ونفس نوع الذرات كمان. يعني مثلا زي هون لنفرض C6H12O6، كلياتهم عندهم نفس عدد الكربونات، نفس عدد الهيدروجينات ونفس عدد الاكسجينات. تمام، او الاكسجين يعني. لكن مع هيك شوفوا كم مركب انا عندي، عندي ثلاثة، جلوكوز وجالكتوز وفركتوز. ليش؟ لان بالترتيب هدول الذرات عم بيختلف. يعني شوفوا مثلا الترتيب هون في الجلوكوز مختلف عن ترتيب الذرات في الجلوكوز في الجلكتوز، عفوا، مختلف عن ترتيبها وين؟ بالفركتوز. فعلشان هيك هذا الاشي ايش بسميه انا؟ ايزومرز. تمام، لكن المونوساكرايدز عندهم قدرة انهم يغيروا شكلهم من شكل للتاني. يعني الفركتوز هو كيتون، تمام، كيتون شوجر، بيقدر يحول الجروب تبعته هاي الكيتون لايش؟ لألدوز. تمام، عن طريق انه بيعمل اشي بسميه توتمرايزيشن. اوكي، للي بيسألوا عن هاي الشغلة. اوكي، تمام. هلا بدنا نعرف اشي عن المونوساكرايدز. كل المونوساكرايدز يا جماعة هم ريديوسينج شوجر، ولازم تعرفوهم هدول. تمام، اللي هم غير طبعا اللي حكيناهم فوق، الجلوكوز والجلكتوز وهيك والفركتوز، في كمان الرايبوز والزيلوز، هدول كلياتهم مونوساكرايدز وهدول كلياتهم ريديوسينج شوجرز. تمام، وهلا بدنا نعرف شغلة كمان، انه المونوساكرايدز ممكن انه يكونوا حلقة، ممكن انه يكونوا يعني حلقة في المحاليل في الأكويس سوليوشنز، لكن عشان يقدروا يتفاعلوا يعني في بنديكت تيست لازم ايش؟ يتحولوا للأوبن تشين فورم. سألتوني انتوا شو يعني أوبن تشين فورم؟ يا جماعة أوبن تشين فورم معناها انها تصير سلسلة او خط بدل حلقة. تمام، بدل رينج تتحول من رينج لحلقة. فالمونوسكرايدز عندهم القدرة على هذا الشيء، انه يحملوا حالهم من رينج لحلقة بكل سهولة، عشان هيك بيقدروا يتفاعلوا مع البنديكت ري ايجنت. هلا الدايسكرايد، الدايسكرايد بتكون من ارتباط تو مونوساكرايدز مع بعض. طبعا بدكم تعرفوهم هدول، انه السكروز هو عبارة عن شو مع شو، اللاكتوز المالتوز كل هاي الاشياء. طيب هلا
البنديكت تيست، البنديكت تيست بيكون من 3 شغلات اللي هي كوبر 2 سلفيت والصوديوم كربونيت والصوديوم سيترات، تمام؟ كل هدول ال3 شغلات بيكونوا موجودين في البنديكت تيست. البنديكت تيست لشو بستعمله؟ لأفحص عن الريديوسينج شوجر. كمان شغلة سألتوني عنها إنه كيف reducing sugar، بعدين رح نحكي إنه هلأ بصير له oxidization. شو reducing sugar؟ معناته هو reducing agent. السكر نفسه هو عامل مختزل، بالتالي هو إيش بصير له؟ بصير له oxidization، تمام؟ هلأ لأي سكر في الدنيا عشان أنا أعتبره reducing sugar في عندي شرطين. الأول إنه يكون في عنده free aldehyde group، أو يكون عنده free ketone group بس يقدر يحولها لaldehyde. طيب الشرط الثاني اللي انا عندي انه لازم ايش يقدر يتحول للاوبن تشين فورم، تمام؟ يتحول من الشكل الرينج الحلقه لايش؟ للسلسله التشين فورم. طيب هلا حكينا انه اول مونوسكارايدز ار ريدوسينج شوجرز، انا بقدر يعمل التنتين، يعني بيقدروا يكونوا الفري تشين فور بيقدروا يكونوا على شكل تشين بدل رينج، ونفس الوقت كلياتهم بيقدروا يوفروا لي مجموعه الديهايد، حتى الكيتون بيقدر يحرك شكله ويتحول لالديهايد. طيب هون حاطين لنا امثله لازم نعرفهم، اوكي؟ هلا الدايسكرايد هون في اشي اسمه انوميريك كربون. طيب شو هي الانوميريك كربون؟ الانوميريك كربون هي كربونه اللي بتقدر تحرك لي شكل بتقدر تحرك شكل السكر، تمام؟ يعني هاي الانوميريك كربون لما يتغير موقعها او يتغير شكلها بتغير شكل المركب كامل، تمام؟ هو اشي حتاخذوه لقدام. هلا بالدايسكرايد انا عندي سكرين مربوطين في بعض، تمام؟ كل واحد فيهم عنده انوميريك كربون. إذا الرابطة إذا الجلايكوسيديك بوند عبارة عن الكربونات اللي مشاركين فيها التنتين أنوميريك، فما رح يقدر السكر يغير شكله للإيش المطلوب، فما رح يقدر يكون إيش reducing sugar. بينما إذا بس واحدة عفوا إذا بس واحدة من الأنوميريك كاربون مشاركة في الجلايكوسيديك بوند، أما الأنوميريك كاربون الثاني مو مشاركة، فهذا الإشي إيش معناته؟ إنه هو في عنده مجال إنه يحرك شكله، مش مربوط في الرابط هاي، مو قادر انه يتحرك او يتخلص منها، تمام؟ فالدايسكرايدز ممكن انهم يكونوا ريديوسينج، ممكن انهم يكونوا نون ريديوسينج شوجرز، بيعتمد على زي ما حكينا الانوميريك كاربون. طيب حدا عنده سؤال؟ قبل ما ننتقل لنفس التست، يعني أتمنى إنه هيك يكون واضح أكتر قصة الدايسكرايد والأنوميريك كاربون. الأمثلة اللي هون يا جماعة مهمة، يعني كل المونوسكرايدز المذكورين مهمين، هون السكروز والتريهالوز هدول كمان مهمين، اللاكتوز والمالتوز مهمين، يعني لازم تعرفوا هدول الأشياء. الأمثلة المحطوطة هون هل هم reducing ولا لا ممكن ينسأل عنهم. طيب طيب خلونا نكمل. كيف أنا بشتغل على البنديكت تيست؟ البنديكت تيست فكرته إنه بصير في عندي تفاعل، هذا التفاعل بيحول الكوبر سلفيت لشو؟ للكوبر أوكسايد، تمام؟ هذا الكوبر أوكسايد بيكون عبارة عن زي بريسيبيتيت، تمام؟ بس بدنا نعرف إنه شو أندر بويلينج كونديشنز. هون قعدتوا تسألوا إنه إذا 3 دقايق ولا 5 دقايق، يا جماعة ما بتفرق، الفكرة إنه إيش؟ إني أحطه في بويلينج كونديشنز، يعني هاي الدقيقة أو الدقيقتين مش كتير بيننا. هلا مهم نعرف شو الالوان اللي بتنتج من البنديكت تيست، اللي هي الجرين اليالو الاورنج والدارك ريد. هلا مش عارفه ليش فجاه كلياتكم سالتوني عن البصل والبطاطا، هلا رح اوضح لكم لقدام. طيب ورح احكي لكم كمان شو قال الدكتور بالضبط، لانه هلا حكيت معاه لسه قبل اللايف عن هذا الموضوع. طيب هلا نعرف انه البنديكت تيست ما بيعطيني بس لون واحد، لا بيعطيني اكثر من لون، درجات ما بين الاخضر للدارك ريد. نعرف انه بالأخضر بيكون عندي أقل كمية من الـ reducing sugar، اليالو والأورنج بعتبرهم moderate amount يعني وسط، والدارك ريد بعتبرهم أعلى إشي، تمام؟
فايش معنى هذا الكلام؟ دام انا بقدر اقارن، اي تيست بيتيح لي اني اقارن كميات، تمام، مين فيه اكتر مين فيه اقل، ايش بسميه؟ بسميه كوانتيتيف. كلمه كوانتيتيف جاي من كلمه كوانتيتي اللي هي كميه، تمام، اللي هو بسميه تفاعل كمي. كمان في شغله، لما نحكي عن تفاعل انه كمي انه كوانتيتيف، فهو يا جماعه يعني اكيد في المنطق هو كواليتيتيف كمان. كواليتيتيف يعني بيبين لي في سكر او ما في سكر، بس ما بقدر اقارن بين الاثنين، تمام. يعني بيحكي لي مثلا والله واحد واثنين فيهم سكر، بس ما بيحكي لي مين اكتر، تمام. هذا معنى كواليتيتيف. اما كوانتيتيف لا، بقدر اقارن مين فيه اكتر، واحد ولا اثنين. فاذا انا اصلا وصلت للمرحله اللي بقدر فيها اقارن، فمعناته اكيد انا بعرف مين فيه سكر مين ما فيه. فاي تست بنحكي عنه كوانتيتيف هو بالمنطق اصلا اوريدي كواليتيتيف، تمام. فبيحكي لنا هون انه بنديكت تيست هو كواليتيتيف لانه بيقدر يبين لي اذا في عندي ريديوسينج شوجر ولا لا، ولا كوانتيتيف لانه شو بيقدر يبين لي حسب الكلر قديش تقريبا انا في عندي ريديوسينج شوجر، تمام. هلا الخطوات، لانه سالته كثير عن هذا الاشي، اعرف انه 5% جلوكوز و5% ستارش و5% سكروز، لا ما تعرفوا النسبه كم، 5% ولا لا، بس يلا هاي هم كلهم 5% للي حابب يعرفهم. اعرف انه بحط 1 مليليتر و20 دروبس ولا نص ملي وابصر شو، لا بتكون تعرف انه الكميه بتكون ثابته من كل اشي، يعني هاي هي الفكره، انا بثبت الكميه، حطيت نص ولا حطيت ملي مش هاي القضيه، تمام. هلا كمان شغلي انا يعني صدمتوني صراحه، انه كنتوا تحفظوا الترتيب، يعني ايش حطيت في الاول وايش حطيت في الثاني وكذا، انه والله الثاني كان مثلا جلوكوز والثالث كان مثلا اونينز، لا ما في اشي زي هيك، انتوا بدكم تعرفوا النتيجه، تمام. يعني بدي اعرف مثلا الجلوكوز شو بيعطيني، بطاطا شو بتعطيني، البصل شو بيعطيني، مش والله كان في الانبوب الاول ولا الثاني ولا العاشر، تمام. اوكي، فالفكره وما فيها انه بيحكي لنا هون انه عن الخطوات، انه هون بستعمل الووتر. الووتر هي دائما في كل تجارب، الووتر هي النيجاتيف كنترول، تمام. بالنسبه للبنديكت ريجن الجلوكوز هو البوزيتيف كنترول، ليش؟ لاني انا متاكده 100% انه الجلوكوز هو ريديوسينج شوجر، لانه كل المونوسكرايد ريديوسينج شوجر، فبحطه كبوزيتيف كنترول. ما بدنا نشرح كثير عن البوزيتيف كنترول، بس زي ما حكينا هو ايش، انا بحطه بكون ضامنه انه نتيجته ايجابيه، عشان ايش؟ عشان اقدر اقارن فيه باقي النتائج واتاكد انه انا ما في عندي اي مشكله وانه انا عملت التجربه في الشكل الصحيح، تمام. اوكي، بعدين بعد هيك بنضيف باقي المواد اللي انا بدي اياها، سواء كانت البصل ولا البطاطا ولا الى اخره، وبضيف عليهم المحلول تبعي تبع بنديكت، تمام. لازم اعملهم شيكينج، بعدين ضروري نحطها في ووتر باث، لانه حكينا هذا التفاعل ما بصير الا اندر بويلينج كونديشن، تمام. هلا بعد هيك شو بتحولوا الالوان؟ قبل بس بدي افرجيكم هون، شايفين لو تركناهم هون مليان سنه اذا ما حطيناهم بالووتر باث ما رح يتغير لونهم، هذا التفاعل بيحتاج حراره، ماشي، بيحتاج البويلينج كونديشنز. فبعد ما حطيناهم في المي السخنة أعطونا هذه النتائج. طيب البطاطا جرين ولا يلو؟ يا جماعة البطاطا جرين، تمام. البوتيتوز ار جرين والأونينز ار يلو. طيب ليش ممكن تسألوا؟ هلا احنا بنعرف ان البطاطا هي مليانة نشا، طريقتها يعني الطريقة اللي بتحفظ فيها او بتعمل فيها ستورج، لا السكر بيكون على شكل ستارج، هيك البطاطا نشا، تمام، هيك بتخزن السكر على شكل نشا. لكن وهذا يعني كلام الدكتور، لما انا احطها في المي السخنه بعد هذا النشا بتكسر، النشا من ايش بتكون؟ بتكون من جلوكوز. فلما انا عم بحطها في البويلينج كونديشن بعد هذا الستارج بتفكك، وبالمي بعد الستارج برضه بتفكك، ليش؟ هو لجلوكوز، عشان هيك بيكون في عندي مينيمال اماونت اوف ريديوسينج شوجر، بيعطوني اللون الاخضر، تمام. متفقين لهون؟ نطاق من الدكتور يشرحها بتفصيل، لانه ما بعرف ليه فجاه كلكم سالتوا عنها. البوتيتو جرين يا جماعة والأونيون يلو، متفقين؟ طب نكمل يا جماعة. عشان ما بدنا نطول عليكم.
تمام، إذا ما حدا عنده سؤال خلونا نمشي. طيب اللوكال تيست، اللوكال تيست بستعمله للستارتش للنشا. هلا بنعرف احنا انه الستارتش ممكن يكون انه متفرع وممكن لا، فاذا كان اميلوز اللي هو ما بيكون فيه تفرعات بيعطيني لون ديب بلو بلاك، بينما اذا كان اميلوبكتين اللي هو اللي فيه تفرعات راح يعطيني يلو اورنج. طب ايش هو اللوكالز ايودين؟ اللوكالز ايودين هو عبارة عن ايودين موجود في سوليوشن اوف بوتاسيوم ايودايد، تمام؟ يعني ضروري تعرفوا من ايش بتكون. زي ما قلنا البوزيتيف ريزلت اما ديب بلو بلاك في الاميلوز واما يلو اورنج في الاميلوبكتين. طبعا هو بوليسكرايد زي ما احنا بنعرف. طيب هلا بدنا نعرف هون شغله انه اللوجلز تيست او اللوجلز ايودين تيست هو كواليتيتيف اونلي، تمام؟ شو اللي راح اعمله؟ اللي راح اعمله انه تقريبا راح نبدا نفس الاشي نفس التجربه الماضيه، بس بدل البنديكت راح احط اللوجل سوليوشن، بعد هيك رح نعمل شيكينج للتيوبس كتير منيح، تمام؟ هلا هاي النتائج اللي بتطلع لنا. هلا اليود كلنا بنعرف شو لون اليود، تمام؟ هذا الشيء بني على اورنج، ابصر كيف لونه. فزي ما انتم شايفين كلياته ايش رح يعطيني؟ نيجاتيف. المحاليل الوحيدة رح تعطيني بوزيتيف هي البوتيتوز، تمام؟ ليش تعطيني بوزيتيف؟ هلا حكينا ان البطاطا هي عبارة عن نشا، تمام؟ والنشا اكيد اكيد النشا رح يعطيني بوزيتيف، تمام؟ كيف البوزيتيف تبعي هون؟ زي ما انتم شايفين انه دارك بلو بلاك، تمام؟ على اسود. طبعا ممكن تسألوا هون انه وين السواد؟ البطاطا نفسها هي اللي بتصير اسود، تمام؟ برضو هاي الصورة من التجربة، زي ما انتم شايفين الأنابيب كلياتها عم بشوف فيها لون اليود الطبيعي، تمام؟ بينما هون في البوتيتوز في الستارش أنا قادر أشوف شو اللي هو الدارك بلو أو البلاك كولر، تمام؟ ولاحظوا إنه في هاي التجربة خلص بيعطيني لونين، يعني يا مثلا إذا أميلوز بيعطيني هذا اللون اللي على أسود، وإذا أميلوبكتين بيعطيني يلو أورنج، بس خلص خلصنا. ما بقارن لي بيناتهم، اللوكال تيست هو بس كواليتيتيف، ببين لي في عندي هذا النوع من النشا او ما عندي اياه، تمام؟ اما ما ببين لي كمية، ما بقدر اقارن انا. يس، اللوكال تيست بس كواليتيتيف. طيب خلونا نكمل على السريع الفاتس اند ليبيدز. هلا الفاتس اند ليبيدز برضه نفس الشيء بتكونوا من كربون هيدروجين واكسجين، تمام؟ هلا نحكي عنهم انه الفاتس، قلنا الفاتس هي بتكون عباره عن جليسرول و3 فاتي اسيدز. ممكن انه يكونوا الفاتس ساتوريتد او ممكن يكونوا انه ان ساتوريتد. متى بيكونوا ان ساتوريتد؟ بيكونوا ان ساتوريتد اذا انا في عندي دبل بونز، تمام؟ هاي دبل بونز ايش بتعمل لي؟ بتعمل لي كينكس. هاي الكينكس او اللي هي زي كانها طاجه، هاي الطاجات او هاي الكينكس ما بتسمح للجزيئات كلهم انه يكونوا كتير قراب من بعض، فبالتالي بتزيد السيوله او الميوعه تبعت الدهون، تمام؟ فالانساتشوريتد فاتس شو بيكونوا؟ بيكونوا سائلين في درجه حراره الغرفه، بينما الساتشوريتد بيكون صلب في درجه حراره الغرفه، تمام؟ هذا اللي بدنا نعرفه. طيب هلا الفوسفوليبيدز، الفوسفوليبيدز برضه حكينا عنها ان هي امفيباثيتيك مولكيولز، يعني فيها جزء هيدروفوبيك وفيها جزء هيدروفيليك. الهيد تبعها بيكون هو الهيدروفيليك، تمام؟ والتيلز تبعتها بتكون هي الهيدروفوبيك، وقلنا هي الميجر كومبوننت اوف ذا سيل ميمبرين. يعني لو سالنا شو الميجر كومبوننت للسيل ميمبرين رح نجاوبه ايش؟ الفوسفوليبيدز، تمام؟ برضو الفوسفوليبيد ممكن تكون ساتوريتد وممكن انها تكون ان ساتوريتد. طيب هلا الستيرويدز، الستيرويدز زي الكوليسترول لهم دور برضو بالفلويديتي بالميوعه تبعت السمي برين، ممكن انها نستعملها كهرمون ريسبتورز. طيب هلا بدنا نعرف انه هي عباره عن 17 كربونه بيكونوا على 4 رينجز، تمام؟ فممكن يسالني انه الكور تبعها كم من كربونه؟ هي فعليا بتتكون من 17 كربونه على ايش؟ 4 رينجز، 4 فيوزد رينجز، تمام؟ هلا بايش بيختلفوا الستيرويدز بين بعض؟ بايش بتفرقوا الستيرويدز عن بعض او بيختلفوا بالفانكشنال جروبس وبالاكسيديشن ستيتس تبعت الرينج. برضو هاي لازم تعرفوها، اتوقع انه حطينا عنها سؤال في الملف. طيب نكمل.
يا جماعة لا، مش all macromolecules are polymers، لأنه هلأ حكينا إنه macromolecules ممكن يكون polymers ممكن يكون non polymers. مش الكربوهيدراتس macromolecules. طب ما الكربوهيدراتس ممكن إنها تكون monosaccharide monomer عادي، جلوكوز. الجلوكوز مش macromolecule. طيب نكمل خلاص. طيب هلا كل هدول اللي حكينا عنهم هم الثلاث اشياء، هم الستيرويدز والفوسفوليبيدز والفاتس، كلياتهم هدول بنفحص عن السوليبيليتي تبعتهم، عن الذائبيه تبعتهم. تمام. هلا تذكروا اخذتوا كثير المفروض في الكيمياء في التوجيه، ما بعرف شو انحذف معاكم الاخير، بس المفروض اخذتوا انه المذيب يذيب المثيل يذيب المثيل والشبيه يذيب الشبيه الى اخره. فنفس الفكرة، هلا احنا بنعرف انه الدهون او بشكل عام الزيوت والى اخره هي مركبات غير قطبية. تمام. فهي ايش؟ نون بولر مولكيولز. فالطبيعي انه رح تدوب شوف الاشياء النون بولر زيها. تمام. ف رح يكون في عنا هون، رح نجيب كل مرة الزيت ونحاول ندوبه في مركب مختلف، مرة في الإيثر، مرة في الأسيتون، مرة في الإيثانول، بالكلوروفورم وبالماء. تمام. وكل مرة رح نراقب شو رح يصير فيه. تمام. هلا في الايثر رح تشوفوا انه شو بتصير فيه، بدوب 100%. تمام. بالكلوروفورم اللي هو هون برضو بدوب كمان، لكن بدوب في الايثر احسن من ما بدوب بالكلوروفورم، لكنه بدوب فيهم الاثنين. تمام. هلا الاسيتون له قصة مختلفة. الاسيتون هو بالنص جاي، يعني هو مش نان بولر لكنه برضو مش بولر. تمام. فهو متوسط القطبية الأسيتون. فشو اللي بيعمله؟ هو ما بيقدر إنه يدوب الزيت، لكن شو بيعمله؟ بيكسره أو بيصغر حجم الجزيئات تبعته، فبيحوله من دروبس كبيرة لدروبلتس صغار. تمام. هذا اللي رح يعمل لي إياه الأسيتون. أما الإيثانول بالمي، هذول نان بولر. طبعا إحنا بنعرف إنه المي نان بولر، ضيفوا عليها معلومة إنه الإيثانول نان بولر. فهذول التنين إيش رح يعملوا؟ ما رح يدوبوا لي الدهون بالمرة. طيب هلا كلياتنا بنعرف اني اذا حطيت الزيت فوق المي، الزيت رح يطلع فوق والمي رح يضلها تحت. ليش؟ لانه كثافة الزيت اقل من كثافة المي. تمام. هذا الاشي على العكس بالنسبة للايثانول. الايثانول كثافته اقل من كثافة الزيت، لذلك هو اللي رح يطلع لفوق والزيت هو اللي رح ينزل لتحت. وحطيت لكم صورة في السنوات، وبرضه في الكويز ان شاء الله بعد اللايف بنعمل كويز. إذا إجتكم صورة زي هيك، في زيت تحت وفي مادة فوق. تمام. وسألناكم إنه شو هاي المادة، هاي المادة شو بدها تكون؟ إيثانول. أما إذا كانت العكس مثل هون، إنه الزيت هو اللي فوق والمي هي اللي تحت، أو يعني في سائل تحت، هذا شو بيكون؟ مي. تمام. طيب فهي ترتيبهم، بدكم تعرفوا إنه أكتر إشي أقل إشي طبعا كبولاريتي، أقل إشي بولر هو الإيثر، بعدين الكلوروفورم، الأسيتون، إيثانول، ووتر. وبنعكسهم للأويل سوليبيليتي، لأنه زي ما حكينا إنه الشبيه يذيب الشبيه، وبما إنه الدهون نان بولر فرح يذوبهم الأشياء النان بولر. تمام. يا جماعة ما تسألوا عن أشياء مش معاكم، يعني الأشياء اللي ما حكينا عنها في التجربة، الكوسة مثلا ما حكينا عن الكوسة، خلص ما رح يسألنا عن الكوسة. تمام. البصل فيه جلوكوز، البصل فيه reducing sugar. تمام. وبالنسبة متوسطة بيعطيني color yellow. اوكي. نكمل على البروتينز ولا ضل حدا عنده سؤال؟ يس، بس للأسيتون، الإمالسيفيكيشن بس للأسيتون، الباقيين يا إما بيدوبوا يا إما ما بيدوبوا. زي ما انتو شايفين هون، هو الوحيد اللي عامل إمالسيفيكيشن. الباقيين عندي تنين ما بيدوبوا بالمرة، اللي هما الإيثانول والووتر، وعندي تنين بيدوبوا اللي هما الإيثر والكلوروفورم. تمام. طيب نروح للبروتينز عشان ما نطول كتير اللايف، لسه ضايل التجربة الرابعة، وإذا في أي حدا ضل عنده سؤال. طيب البروتينز، البروتينز احنا نعرف إنه هما polymers of amino acids. تمام. amino acids بيرتبطوا في بعض بتوني
بروتين، وبنعرف انه بسميها بيبتايد بوندز من كلمة بروتين. ما في اشي زيادة يعني، بس وانا نحكيها هون بدنا نعرف انه اهم اشي بالبروتينز انهم بيشتغلوا كانزيمز، اللي هو محور تجربتنا الرابعة كلها. هلا البايريت تيست، كلكم سألتوني عن البايريت ايجنت، ايش هو بالضبط البايريت ايجنت؟ هلا بشكل عام ايش هو البايريت ايجنت؟ اوكي، هلا بشكل عام في عندي اشياء انا زياده في البايريت ايجنت، تمام؟ زي شو؟ زي الصوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد هو مش فعليا جزء مهم من، يعني مش هو البايريت ايجنت نفسه، لا، لكن البايريت ايجنت زي ما حكينا عن البنديكت تيست انه هو بيستلزم حراره. هلا البايريت تيست بيستلزم ظروف قاعديه، عشان هيك انا بضيف ال NaOH. هلا مرات ممكن يكون مخلوط في نفس الريجنت وخلص، مرات لا، يعني اذا بتشوف الدكتور في التجربه ضاف هو ال NaOH، تمام؟ ليه؟ لانه ما كان مضيوف على الريجنت تبعه. فبس هذا الاشي بدكم تعرفوه، يعني احنا هون بنحكي عن التست نفسه شو بيلزم لي، تمام؟ هلا بيكون في عندي اللي هو زي ما حكينا الصوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH عشان يوفر لي الالكالين كونديشن. البوتاسيوم صوديوم تارتريت بيكون ليش موجود؟ بيكون موجود عشان يحافظ لي، يعمل ستيبلايزيشن للكومبلكس، لانه هذا الكومبلكس اللي عم يعني بتكون عندي اللونه فايلت، اذا انا ما كنت حاطه عندي بوتاسيوم صوديوم تارتريت ايش رح يصير فيه؟ رح يترسب تحت، فعشان ما يترسب ويضل له ستيبلايزيشن وما افقده اضيف البوتاسيوم صوديوم تارتريت. وضروري تعرفوا اما يعني ايش بالضبط هو الريجنت. الريجنت هو الكوبر سلفيت، هو السي يو اس او 4، تمام؟ هو الريجنت الاساسي، تمام؟ يعني انا لما اسال شو هو البايريت ريجنت انا بكون بحكي خصوصي عن السي يو اس او 4، اما الصوديوم هيدروكسيد والتارتريت، بوتاسيوم صوديوم تارتريت، هدول موجودين عشان يساعدوا هذا التفاعل، وعشان هذا التفاعل يقدر يمشي، بس الريجنت بحد ذاته هو السي يو اس او 4، تمام؟ يعني للي سالوني عن هاي الشغله. طيب هل البايريت تيست كيف انا بعمله؟ بجيب العينات اللي انا بدي اياها وبضيف عليها البايريت ريجنت، تمام؟ هلا رح تلاحظوا انه بيعطيني البوزيتيف اما بيعطيني فايلت واما بيعطيني بينك. هلا متى بيعطيني بينك؟ بيعطيني بينك لما يكون في عندي شورت تشينز، لما يكونوا الروابط البيبتيد عفوا البروتين تبعي قصير، او ما عندي كتير بيبتايد بوندز، تمام؟ اما اذا طلع عندي اللون فايولت معناته انا في عندي كميه كبيره من البيبتايد بوندز، تمام؟ هلا هل هذا التست كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ هلا الدكتور ما يعني ما وضح كثير، وما اظن صراحه انه يسالكم عنها، لكن نقدر نحكي انه هي سيمي كوانتيتيتيف، يعني نوعا ما، لانه اذا اعطاني لون بينك معناته انا بعرف انه انا عندي شورت بولي بيبتايد تشينز، او انه انا عندي عدد قليل من الروابط البيبتيديه. بينما لو انا في عندي فايلت كلر، كل ما كان هذا الفايلت كلر ديب اكثر وغامق اكثر، بعرف انه انا في عندي big number of peptide bonds، او في عندي long chain من البولي بيبتايدز، تمام؟ فبنقدر نعتبره كوانتيتيتيف للي سالوني عن البايريت تيست، تمام؟ يس، نقدر نعتبر انه البايريت كوانتيتيتيف، لانه زي ما حكيت لكم انه ممكن نستعمله عشان نميز اذا انا في عندي شورت ولا لونج بيبتايد بوندز، عفوا بولي بيبتايد تشينز، او عدد البيبتايد بوندز اللي انا عندي. بس الصراحه ما ظنيت الدكتور يسالكم عنها. طيب نروح للفيتامين سي او للاسكوربيك اسيد، وبرضه هون في سؤال انتو سالتوني اياه. هلا الفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد حكينا عنه انه هو انتي اوكسيدنت، وبنفس الوقت هو ايش؟ ريديوسينج ايجنت قوي. شو معنى هذا الكلام؟ انتو سالتوا كيف انه بصير له اوكسيدايزيشن بس هو انتي اوكسيدنت. الفكره مش هيك، الانتي اوكسيدنت هي مواد بتكون موجوده بتمنع التاكسد. كيف معنى هذا الكلام؟ هلا لما نحكي احنا انه الفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد از سترونج ريديوسينج ايجنت، ايش معنى هذا الكلام؟ معناته ايش؟ بسهوله بيقدر يتفاعل مع شو؟ مع الاتموسفيريك اوكسجين مثلا، او مع اي اوكسيدايزنج ايجنت، لكن على سبيل المثال او الشيء اللي بدي اطرحه انا اللي هو الاتموسفيريك اوكسجين، تمام؟ طيب شو معنى هذا الكلام؟ معناته انه هلا لو انا في عندي فواكه وهاي الفواكه فيها فيتامين سي، تمام؟ وانا قطعت هاي الفواكه، صارت الفواكه هاي معرضه لشو؟ للاكسجين. وجود الفيتامين سي بما انه هو سترونج ريديوسينج ايجنت رح يتفاعل هو مع الاكسجين بدل من الفواكه. ليش؟ لانه رح يتفاعل معها اسرع، بالتالي رح يستهلك الاكسجين الموجود حوالين الفواكه ويتفاعل هو بدل الفواكه، بالتالي بحافظ على الفواكه. هاي هي فكره الانتي اوكسيدنت. نفس الشيء في جسمنا لما نحكي عن مضادات الاكسده معناته هم بيتفاعلوا وبيحموا الجسم، تمام؟ نفس الفكره.
يعني اتمنى ان تكون الفكره واضحه. طبعا مش مطلوبه هاي التفصيل، بس انا عم بحكي للي سال انه الفيتامين سي هو انتي اوكسيدنت، لانه سترونج ريديوسينج ايجنت. كل الانتي اوكسيدنت هم ريديوسينج ايجنتس، تمام؟ بالضبط، هو بيتاكسد علشان يمنع تاكسد غيره 100%. طيب ايه كمان، هلا كيف بنفحص عن وجود الفيتامين سي؟ طبعا نعرف احنا الفيتامين سي موجود اكتر اشي في الحمضيات، تمام؟ فكل ما كان الاسكوربيك اسيد، من اسمه هو اسكوربيك اسيد حمض، فكل ما كان موجود في نسبة اعلى، كل ما هذا معناته انه شو الاسيدتي عندي اعلى، انه انا في عندي حمض اكتر. كيف بفحص عنه؟ بفحص عنه عن طريق الاندوفينول. الاندوفينول زي ما انتم شايفين انه بيكون لونه بلو شوي على بيربل حتى مرات. ايش انا بعمل؟ بضيف الاندوفينول، بضيف عفوا العصير تبعي عشان ما اخربتكم. اوكي، بنضيف الاندوفينول، وبعدين بصير اضيف العصير تبعي نقطة 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 نقطة، وبعدين ايش بصير اراقب؟ براقب متى بيروح لون الاندوفينول. هلا هون انتو سألتوا انه هل بصير الكلر كلرلس ولا بصير لون العصير؟ فكرة يا جماعة انه الاندوفينول بصير هو كلرلس، تمام؟ هو اللي بيفقد لونه. فلما يفقد لونه ايش بضل؟ بضل لون العصير الأصلي، تمام؟ يعني الإندوفينول بصير كلرلس، بس أنا شو حشوف في الأنبوب؟ حشوف لون العصير الأصلي. أتوقع هاي الصورة كانت للليمون جوس. فأنا شو بصير أشوف؟ بصير أشوف عصير الليمون شو لونه. ليه؟ لأنه الإندوفينول فقد لونه، صار كلرلس، تمام؟ طيب خلصنا، تحبوا نحل الأسئلة هدول مع بعض؟ نحل الدوائر، الجدول سهل. وشروق يعطيها العافية نزلت لكم ملخص لطيف كتير للتجربة هاي، فكانت حاطة الجدول بتقدروا انكم تشوفوه. بنحل الأسئلة مع بعض. pyrite test reveals the presence of the pyrite test، هلا حكينا عنه. peptide bonds. starch is a polymer of glucose. endophenol is an indicator to the quantity of الاسكوربيك acid. حلو هذا السؤال، هل الاندوفينول او فحص الفيتامين سي هل هو كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ اكيد انه كوانتيتيف، وانا بقدر اقارن بالنقطة كنا نعدهم، فهو إشي كتير مهم، فاكيد انه كوانتيتيتيف. بنديكت هاف سبيسيفيك كاركترستكس، انه كواليتيتيف كوانتيتيف كولورلس A بلس T، اكيد A بلس B، كواليتيتيف وكوانتيتيتيف. طيب regarding the test that is used to determine the presence of reducing sugar, one of the following statement is correct. واحدة من التالي صحيحة لما أفحص على reducing sugar. getting the red color معناته أنه عندي low concentration of reducing sugar. أكيد لا، red color قلنا عندنا الماكسيمم، والجلوكوز بيعطيني red color. the negative result gets a green color. لا، ال negative result ما بتعطيني green color. ال negative result معناته في عندي minimum amount of reducing sugar، وحكينا مثال عليها البوتيتوز. This test is a qualitative test only. أكيد لا، مش only. Getting greenish color معناته positive بس low concentration. مظبوط صح، ال greenish color معناته low concentration. ال negative في اللوجلز أيوداني بتعطيني dark blue. لا، ال positive في اللوجلز هو اللي بيعطيني dark blue to black. وهنا imagine yourself، هاي اللي هي إنه بدنا نفحص reducing sugar، فبرضه رح نرجع نحكي عن Benedict test كمان مرة. Okay. صح، الفيتامين سي حمض ضعيف وعامل اختزال قوي، عامل مختزل قوي. مظبوط. لا، الكولد انفايرمنت ما بتعمل دي ناتشوريشن للانزيم، بتعمل له انهبيشن بس. وهلا بنيجيها، كنكم بتتخانقوا في الكومنتس يا جماعة، ايش فيه؟ ضل حدا عنده سؤال عن التجربة الثالثة ولا نروح على التجربة الرابعة؟ اندوفينول is quantitative. yes. طيب نروح للتجربة الرابعة. خلاص، شو جواب ستة؟ أكيد جوابها فولس، لأنه البوزيتيف هو اللي بيعطيني دارك بلو. تمام، I guess إنه حنروح على التجربة الرابعة نحكي عنها. تمام، التجربة الرابعة إيش هو الإنزيم؟ حكينا إنه الإنزيمات هي بشكل عام هي عبارة عن بروتينز. هاي البروتينز ايش وظيفتها؟ انها تسرع لي التفاعل الكيميائي. كيف تسرع التفاعل الكيميائي؟ عن طريق انها تقلل طاقة التنشيط، تقلل الاكتيفيشن انرجي، تمام؟
طبعا معناته هي شو، ما بتأثر على reactants ولا بتأثر على products، ما بتأثر على طاقتهم، بتأثر على طاقة اللي transition state، تمام، اللي هي موجودة هون أو بغض النظر هون. بتقلل طاقة التنشيط، يعني بتقلل ال transition state قديش الطاقة تبعتها، فبصير أسهل على reactants إنها توصلها، تمام، بصير المشوار أقل، بالتالي هي بتسرع لي التفاعل. طيب كيف الانزيمز وركس، كيف يشتغلوا الانزيمز؟ حكينا انه لوك اند كي، القفل والمفتاح، حكينا انه بيكون في عندها الاكتيف سايت، بيكون ملائم لشكل المادة المتفاعلة، فبسهل ايش انها ترتبط فيها وتتفاعل، اوكي. وكمان حكينا انه الانزيمز ما بيتم استهلاكهم في التفاعل، not consumed، فبالتالي ليش انا هيك كاتبه هاي، اوكي، ما بالتالي شو بحافظ عليها وبقدر استخدمها اكتر من مرة، تمام، ما بتفوت في التفاعل، ما بتأثر لي عليه. هلا ضروري تعرفوا هاي الأشياء، البروتيازز قلنا إنها بتكسر البيبتايد بوندز، الأميليز بيعمل بريك داون للستارتش، من هو مثال على الستارتش هو الأميلوز، من هون إجت كلمة الأميليز، إنه بيكسر الأميليز، عفوا الأميلوز. أي إشي قلنا بنتهي بالسفكس إيز معناته إيش هذا عندي؟ إنزيم. فممكن مثلا أنا سؤال من عندي هيك مثلا، يعني لنفرض أجيب أسماء إنزيمات عمرنا ما سمعنا فيها، تمام، واحكي لكم انه one of the following is not an enzyme، مجرد انه كلياتهم منتهوا بهذا السفكس بتعرفوا انهم انزيم حتى لو اول مره تسمعوا فيهم، اوكي، يعني خلوا ببالكم هاي القصه. الكاتاليز بكسر ال H2O2 بدي هيدروجينيز، ايش بيعمل؟ بشيل الهيدروجين، تمام. هون بنحكي قاعدين عن طريقه عمل الانزيم، انه في عنده اكتيف سايت، انه بيرتبط فيها السبستريت، بيكون لي الانزيم سبستريت كومبلكس، بعد هيك بتكونوا البرودكتس وبيغادروا الانزيم، وزي ما انتم شايفين الانزيم ضل زي ما هو طول التفاعل ما تغير، وبقدر استخدمه كمان مرة. طيب كل هذه المقدمة عشان شو؟ عشان نحكي عن الفاكتورز اللي بتأثر على الانزيم، على الفانكشن تبع الانزيم، اللي هي الكونسنتريشن تبع الانزيم بحد ذاته، او يعني عفوا بتأثر على سرعة التفاعل، اللي هو تركيز الانزيم بحد ذاته، تركيز المواد المتفاعلة، وجود الكوفاكتور، وبعض الظروف البيئية أو الظروف المحيطة زي الـ pH والـ temperature والضغط وغيره، تمام؟ هلأ لكل اللي بدنا نعرفه إنه لكل إنزيم في عنده optimal environmental conditions، يعني ظروف مثلى من تركيز ومن حرارة ومن pH وإلى آخره، وكل واحد خاص في الإنزيم نفسه، تمام؟ اوكي، هلا نحكي عن الكتاليز. الكتاليز موجود في تقريبا كل الكائنات الحية، بالنسبة لنا في الإنسان بينتجه الليفر بصورة عامة، يعني بينتجه أكتر من مكان تاني، كمان موجود في الكدنز كتير، بس بينتجه بصورة عامة الليفر، تمام. إيش اللي بيعمله؟ بيكسر لي الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2 لشو؟ لمي وأكسجين، لا H2O أكسجين. ليش؟ لأنه الهيدروجين بيروكسيد هذا توكسيك، سام، فإذا ضل في جسمي هذا الإشي مو كويس بالمرة، يعني زي كأنه في سم بجسم الإنسان. سبحان الله، يعني الله خلق لنا هذا الإنزيم اللي هو الكتاليز عشان شو يعمل؟ بتخلص لنا من الهيدروجين بيروكسيد لإشي، يعني مستحيل يكون في إشي آمن يعني أكتر من المي، تمام؟ طيب خلينا نكمل. هلأ بما إنه حكينا إنه هذا التفاعل بيكون لي مي، بيكون لي غاز اللي هو الـ O2، فأنا كيف رح أشوف نتيجة التفاعل؟ رح أشوف شو فوم اللي بتطلع عندي، رح أشوف الغاز اللي هو إيش رح يكون بيمثل، هاي الفوم أو هذا الغاز بيمثل شو؟ الأكسجين الـ O2. هلأ بدنا نبدأ ندرس اللي هو قديش بتكون الـ enzyme activity بزيادة الـ substrate concentration، تمام؟ التجربة وما فيها إنه أنا حضرت الكتاليز عن طريق إني شو عملت، الكتاليز موجود في البطاطا بكثرة، تمام، فاللي أنا بعمله إني بحضر محلول من البطاطا، بوتيتوز إكستراكت أو بوتيتوز جوز، اللي يكون إيش؟ بدل الإنزيم تبعي، يعني هذا رح أعتبره أنا لما نحكي بطاطا إحنا عم نحكي كتاليز، تمام. اللي رح أعمله إنه رح نحط كميات متساوية من الكتاليز في كل الأنابيب، لاحظوا كميات متساوية يا جماعة، بدناش نقول 20 دروبس ولا واحد ملي، كميات متساوية من الكتاليز في كل واحد من هدول الأنابيب. بعد هيك بدي أبلش أضيف الـ H2O2 اللي هو إيش؟ اللي هو السبستريت تبعي، المادة المتفاعل. هلأ أنا إيش بدي أدرس؟ بدي أدرس تركيز السبستريت على شو؟ على الـ reaction rate، على سرعة التفاعل. فأنا لازم أثبت كل العوامل التانية، يعني لاحظوا هون كلياتهم الأنابيب الاختبار موجودين بنفس درجة الحرارة، كلياتهم حطيت فيهم نفس الكمية من الإنزيم، كلياتهم خلت ظروفهم نفس الإشي، ما ضفت حمض أو قاعدة على أي واحد فيهم، بثبت كل إشي وبس بغير الإشي اللي أنا بدي أدرسه، اللي هون أنا بدي أدرس substrate اللي هو الـ H2O2.
بأول واحد ما راح أحط سبستريت في المرة، بتاني واحد بحط 3 أو 4 أو 2 أو 5 اللي بدكم إياه، لكن الفكرة إنه كل مرة لازم أزيد نسبة ثابتة. يعني إذا أنا هون كل مرة زدت أول مرة 3، كل مرة بدي أزيد 3. إذا أنا زدت أول مرة 4، كل مرة بدي أزيد 4، تمام؟ فاللي بصير هون إنه بدنا نزيد شوي شوي لحد ما نوصل للنقطة اللي إيش يبطل يزيد عندها ارتفاع عمود الأكسجين أو ارتفاع الفوم. شو معنى هذا الكلام؟ معناته أنا هون بعرف إني أنا وصلت نقطة الساتوريشن اللي هي عند نقطة 6، لأن كنت حاطة كم نقطة مثلا هون في تجربتي أنا؟ 15، مش للحفظ، بتجربتي أنا 15، تمام؟ فأنا بعرف إنه الساتوريشن بوينت كانت شو 15، وبقوم برسم رسم بياني، بحط الأرقام اللي أنا طلعت عندي، ورح تلاحظوا إنه هون عند ال 15 دروبس رح أوصل إيش؟ نقطة الساتوريشن، بعدها بصير في عندي بلاتو. إيش معنى هذا الكلام؟ هلا إحنا حكينا إن الإنزيم في عنده أكتيف سايت، في عنده موقع نشط، عليه عفوا بترتبط السبستريت، عليه بترتبط المواد المتفاعلة. فأنا عندي عدد ثابت من الإنزيم، قلت لكم حطينا بوتيتو إكستراكت فيهم كلياتهم نفس الإشي، لكن انا كل مره عم بزيد المواد المتفاعله، بزيد المواد المتفاعله، والانزيم موجود وعم ياخدها، عم تركب عليه، عم تركب عليه، رح اوصل لمرحله انه كل الانزيمات اللي انا عندي خلص صارت مرتبطه في ال H2O2، مو قادره انها تاخد كمان، خلص كلياتها ارتبطت، فما في عندي انزيمات فاضي، ما في عندي انزيمات فيها مواقع نشطه فاضي انها تاخد مواد متفاعله اكتر، فرح اوصل شوي لبلاتو، خلص سرعه التفاعل ما رح تزيد، تمام؟ فاللي بنستفيد منه من هون انه لما أزيد substrate concentration as substrate concentration increases the reaction rate will also increase up to a certain point أو to a certain limit اللي هي إيش راح أسميها saturation point. بعدها إيش راح يصير في عندي plateau أو خط ثابت، لأنه شو راح يصير في عندي؟ راح يبطل في عندي انزيمات إنها فاضية إنها تقدر تاخد لي substrate، تمام؟ فيعني إذا بده يجيب لكم الدكتور رسمة، بس أرجع لهاي معلش، إذا بجيب لكم الدكتور رسمة بيجي بسألكم هون مثلا وين كانت الساتوريشن بوينت، تمام؟ أو شغلة مهمة كمان إنه مين هون الليميتنج فاكتور؟ هون الليميتنج فاكتور هو الإنزيم. وإيش يعني الليميتنج فاكتور؟ الليميتنج فاكتور هو الإشي اللي حدد لي التفاعل. هلا هون أنا عم بقول يعني مش منطقي يكون مثلا ال H2O2 هو الليميتنج فاكتور، ما أنا إلي سنة عم بضيف فيه ولساتني عم بضيف، تمام؟ أنا عم بضيف H2O2 عم بعطي كتير، فمستحيل هو يكون الليميتنج فاكتور. اللي كان الليميتنج فاكتور هون وخلى التفاعل سرعة التفاعل تثبت هو الإنزيم، لأنه هو اللي خلص. الليميتنج فاكتور هو دائما الإشي اللي خلص بخلص، أو خلص مش بخلص يعني ببطل قادر إنه يستقبل كمان، تمام؟ لأنه الإنزيم زي ما حكينا ما بخلص لأنه ما بتفاعل، هو بس سريع تفاعل. فبما إنه أنا الإنزيم عندي كلياته مرتبط والإنزيم مش قادر يرتبط كمان، فهو اللي هون حدد لي التفاعل، هو الليميتنج فاكتور، تمام؟ التجربة نفسها بدنا نعملها بالضبط، لكن هاي المرة بدل ما أنا مثبت البطاطا أو الكتاليز رح أثبت ال H2O2، تمام؟ رح أثبت الهيدروجين بيروكسيد، رح أحط فيهم كلياتهم كمية ثابتة من الهيدروجين بيروكسيد، رح أزيد كل مرة إيش أزيد؟ أزيد البطاطا اللي هي الكتاليز، تمام؟ وبعدين رح أشوف إيش رح يصير في عندي في التفاعل، وبرضه نفس الإشي رح أوصل لنقطة الساتوريشن، بس هاي المرة ما رح أوصلها لأنه الإنزيم بطل قادر يستقبل كمان، لانه انا عم بضيف انزيم على قد ما بتكون بنضيف، لكن الفكره انه شو كل الهيدروجين بيروكسيد اللي عندي كل ال H2O2 خلص تفاعلت وحولتها وخلصت، فانا عم بضيف انزيم اوكي بس ما في عندي مواد متفاعله خلصت. فهون الليميتنج فاكتور في هاي التجربه اللي هي انا شو بدرس فيها، اللي بدرس فيها الانزيم كونسنتريشن، الليميتنج فاكتور هو السبستريت، تمام؟ دائما عكس الاشي اللي انا بدرسه عم بيكون الليميتنج فاكتور. والرسمه رح تكون تقريبا يعني مش تقريبا، هي حتكون نفس الرسمة اللي قبل بالضبط، بس بدل ما يكون تحت مكتوب substrate concentration حيكون enzyme concentration، تمام؟ حدا عنده سؤال قبل ما نروح لموضوع الهيت؟ اه بصير بتولي اذا ما فهمتي. عبد الله بسأل وين الساتوريشن؟ الساتوريشن هلا أنا مو مبين عندي باقي الأنابيب، بس يعني من الرسم اللي هون نقدر نحكي إنه الساتوريشن عندنا كان عند نقطة 6، بس ما بقدر أحكي بالضبط هون وين الساتوريشن بوينت تبعتي، لأنه أنا ما شفت الأنبوب السابع شو صار فيه، تمام؟
أنا مش شايف السؤال، في حدا عم يسألني إني أجاوب بس أنا مش شايف السؤال. محمد عدنان، معلش محمد بس أنا مو شايف السؤال اللي أنت عم تحكي عنه. طيب لحد ما طيب نكمل خلص في ال temperature، يعني خلص هيك قربنا نخلص وبضل بس لأن عنده أسئلة. ضل ال temperature وال pH. يس موجود الكتاليز بالبيروكسيزومز بس يعني مو هذا محور هاي التجربة. طيب خلينا نكمل عن التمبريتشر. هلا بدنا نحكي عن التمبريتشر، يعني شغلات بسيطة بس كتير مهمة، تمام؟ لأنه هذه دائما يعني ممكن إنه الواحد بسهولة يتخربط فيها. طيب هلا التمبريتشر، التمبريتشر شو بتعمل؟ أنا لما عم بزود أي مولكيول في حرارة أنا عم بعطيه طاقة، تمام؟ وهاي الطاقة إحنا بنعرف إنه كل المولكيولز تتحرك، أنا لما أعطيهم أو بسميها كاينيتيك إنرجي. هلا أنا لما عم بعطي المولكيولز تبعتي حرارة أنا عم بعطيهم طاقة، وأنا بنفس الوقت عم بسرع حركتهم، وإحنا بنعرف إنه التفاعل كيف بصير؟ التفاعل بصير من ارتطام أو اصطدام المواد ببعضها، فإذا أنا عم بزيد سرعتها أو عم بزيد طاقتها ففرصة اصطدام المواد المتفاعلة إيش بيكون؟ أكتر، بالتالي أنا كل ما أزيد الحرارة أنا شو عم بعمل؟ عم بزيد الرياكشن ريت، عم بزيد سرعة التفاعل. لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه أنا في عندي إنزيمات، يا جماعة الإنزيمات هي عبارة عن شو؟ عن بروتين، والبروتين هذا في درجات حرارة عالية بيخرب بتلف، تمام؟ بيفقد التيرتشر ستراكشر تبعه. المفروض انتوا اخذتوا في البيولوجي عن الستراكشر تبع البروتين والتيرتشر ستراكشر والسكندري ستراكشر الى اخره. فاذا انا عم برفع درجة حرارة البروتين كتير انا ببلش شو اعمل؟ اعمل له ايش بسميه دي ناتشوريشن، اللي هو تلف. والدي ناتشوريشن هي عملية ما بقدر اتراجع عنها، ما بقدر ايش اني اضبطها او اعدلها، خلص اللي بيخرب بخرب، تمام؟ فهي الفكرة. عشان هيك أنا ما بقدر والله إني أرفع درجة حرارة، أضل أرفع درجة الحرارة كتير عشان أسرع تفاعلي وأنا في عندي إنزيم رح يخرب. فهي هي الفكرة اللي إحنا بنحكي عنها هون، اللي هو في إشي اسمه optimum temperature، اللي هي أقصى حرارة أنا بقدر إني أوصلها بدون ما أخرب الإنزيم تبعي، تمام؟ في هاي درجة الحرارة الأوبتيمم أنا بكون أسرع سرعة، يعني بكون عندي سرعة تفاعل أعلى إشي أنا بقدر أوصله إيش، والإنزيم تبعي تمام وأموره تمام. هلأ بالنسبة للإنزيمات اللي في جسم الإنسان درجة الحرارة الأوبتيمم تبعها بتوين 35 ل 40، وهذا برضو إشي طبيعي لأنه شو زي ما حكينا إنه إذا الإنزيمات بتشتغل بجسمي فالطبيعي إنه درجة الحرارة تبعتها إيش تكون ملائمة لجسمي. وهذا إشي مهم كتير إنه الإنزيمات دائما، يعني طبعا هذا أكيد من حكمة ربنا إنه كل إنزيم بيشتغل في ظروف ملائمة للمكان اللي هو موجود فيه، تمام؟ وممكن يكون هذا الإشي ترى موضع سؤال في طريقة أو بأخرى، إنه مثلا بشكل عام إذا عرفتوا إنه مثلا كائن حي معين درجة حرارة جسمه 20 فطبيعي إنه الإنزيمات اللي في جسمه تشتغل على درجة حرارة حوالين 20، كذلك الإنسان درجة حرارته 37 طبيعي إنه الإنزيمات اللي في جسمي تشتغل على درجة حرارة قريبة من 37، تمام؟ فهي هي الأوبتيمم تمبريتشر. حكينا إذا سرعة التفاعل بضلها تزيد بزيادة الحرارة لحد ما أوصل نقطة معينة اللي هي الأوبتيمم تمبريتشر، بعدها إيش بصير؟ راح تنزل سرعة التفاعل. ليش؟ لأنه بصير في عندي دي ناتشوريشن للإنزيم تبعي مثل ما أنتم شايفين هون، تمام؟ هاي أنا عم بزيد الحرارة، عم بزيد سرعة التفاعل، وصلت نقطة معينة اللي هي خلص الأوبتيمم تمبريتشر، بعدها إيش بصير؟ بصير في عندي ديكلاين. ليه؟ لأنه الإنزيم تبعي صار له دي ناتشوريشن خرب، ودي ناتشوريشن زي ما حكيت لكم ما بقدر أرجع عنها، ما بقدر إيش إني أعدلها. طيب هلا نحكي عن الكولد تمبريتشر، عن الحرارة الباردة، ومين أخطر؟ طيب الحرارة الباردة ولا الحرارات العالية؟ طيب هلا في الحرارة الباردة بدنا نعرف إشي، أهم إشي إنه إحنا ما بصير في عنا دي ناتشوريشن، إحنا بصير عنا إشي اسمه انهبيشن. أنا لما أبرد شغلة أنا ببطئها كتير وبقلل طاقتها جدا جدا جدا، تمام؟ بس أنا ما بخربها ولا بأثر على التركيب تبعها.
أنا بس شو بعمل؟ بقلل طاقتها جدا، فبالتالي هي خلص بتبطل قادرة تتحرك ولا تصطدم ولا ترتبط في بعضها ولا إشي إلى آخره. فأنا فعليا أوكي ما بصير عندي تفاعل، لكن الإنزيم ما صار فيه إشي، الإنزيم ما صار له ديناتريشن، فقط إنهبيشن، فقط أنا ثبطته وقفته عن العمل لكني ما خربته. وإذا أنا مسكت الإنزيم اللي أنا بردته وعادي رفعت حرارته عادي رح يشتغل. والدليل على ذلك كتير تطبيقات موجودة حاليا عندنا، مثلا زي اللي هم اللي بيجمدوا الخلايا سواء كانت البويضات أو الحيوانات المنوية إلى آخره، بجمدوها لما يجوا مثلا قبل ما بدك تيجي أنت تعطي مريض مثلا كيمو ثيرابي. أنت بتعرف إنه هذا الإشي ممكن يأثر عليه، فإذا هو كان لسه شاب وصغير ومثلا ممكن إنه يفكر بالإنجاب وإشي، بيروحوا بياخدوا مثلا من عنده مثلا حيوانات منوية وإيش بيعملوا، بجمدوها. طب ما بصير فيها إشي ليه؟ لأنه أنت بتسوي إنهبيشن هون، تمام؟ فما بيخرب. فهذا إشي بدكم تعرفوه، إنه الكولد تمبريتشر ما بسوي دي ناتشريشن، بس بسوي انهبيشن، تمام؟ التجربة هون وما فيها انه احنا راح نحط كل مرة تفاعلنا في ظروف مختلفة، مرة بالايس بوكت اللي هي درجة حرارته 0، مرة في الثلاجة درجة حرارتها 4، مرة على درجة حرارة الغرفة، راح نحطه في الووتر باث، راح نحطه في البويلينج ووتر، وراح نشوف النتائج. اللي بدنا نشوفه هون هلا هون مبين رغوة شوي، بس بالتجربة مع الدكتور قال لا انه هو ما ببين معه رغوة على الصفر، فحتى لو بين بيكون اشي كتير قليل يعني يا دوب انا بشوفه. فعلى درجات الحرارة الصفر اللي هي الكتير باردة ما رح اشوف في عندي تفاعل، لكن ليش؟ لانه في عندي inhibition مش denaturation، تمام؟ على درجة الحرارة البويلينج اللي هي 100 برضو ما رح اشوف في رغوة، لكن ليش؟ لانه الانزيم هون صار له denaturation خرب، تمام؟ هلا على الووتر باث اللي هو درجة حرارته 50، هلا رح تشوفوا فيه رغوة لكنها يعني أقل جدا من اللي كانت في الروم تمبريتشر. ليش؟ لأنه هون الإنزيم صار له partial denaturation، تمام؟ مش كله صار denatured، partially denatured، فقام بجزء من الوظيفة مش كلها، تمام؟ طبعا في الروم تمبريتشر يقرب إشي لدرجة يعني حرارة جسم الإنسان، اللي هي بنعتبرها بما إنه الكتاليز بيشتغل في جسمنا فبنعتبرها اللي هي خلينا نحكي يعني أفضل إشي بين كل هدول اللي أنا عندي إياهم في التجربة، تمام؟ فراح نشوف إن هي أعلى إشي. هلأ اللي كان في الثلاجة برضو في عندي فوم، برضو متكون عندي فوم، لكن مش قد اللي كان على الروم تمبريتشر، تمام؟ أوكي طيب، هلأ بدنا نحكي عن الـ pH. الـ pH كمان كل إنزيم فيه له بي اتش خاص فيه بيشتغل فيه. ليش؟ لأنه البي اتش بيلعب دور في التأين، وبيلعب دور في الشحنات تبعت المركبات، فموجود هون التفاصيل كيف بالضبط بغير، يعني ما بدنا نفوت كتير into details لأنه هاي مراجعة يعني حكيناها في الشرح أكتر، بس بدنا نعرفه إنه زي ما حكينا كل إنزيم فيه له بي اتش خاصة فيه. طيب على أي أساس تتحدد البي اتش الأوبتيمم لهذا الإنزيم؟ على حسب البيئة اللي بيشتغل فيها. ضربنا لكم مثال هون اللي هو البيبسين، إنزيم البيبسين إنزيم موجود في المعدة، وإحنا بنعرف إنه ربنا خلق المعدة تكون حمضية لكتير أسباب، تمام؟ من ضمنها إنه عشان تقضي على أي ميكروب وإحنا ما نتسمم ونحلل الأكل إلى آخره. فإنزيم البيبسين بما إنه بده يشتغل في معدتنا اللي هي كتير حمضية، بيئة كتير حمضية، فلازم إيش يكون الأوبتيمم بي اتش تبعه؟ حمضي، تمام؟ بينما في عنا التريبسن، التريبسن بيشتغل وين؟ في الأمعاء، الأمعاء اللي احنا بنعتبرها بيئة شو؟ قاعدية، فطبيعي انه يشتغل على بي اتش قاعدي اللي هو 8. فمكان عمل الإنزيم هو اللي بيحدد قديش الأوبتيمم بي اتش بيكون عنده، تمام؟ اللي بدنا نعرفه هون عن البي اتش انه كل ما انا ابعد عن الاوبتيمم بي اتش سواء انا جهه الالكالاين او جهه الاسيدك، شو عم بيصير؟ عم بقل الرياكشن ريت، عم بتقل سرعه التفاعل. بدنا نعرف شغلة كمان هون، إنه سواء acidic environment أو alkaline environment، التنين إذا كانوا extreme، يعني التنين إذا كنا كتير acidic أو كتير alkaline conditions، إيش رح يصير؟ بصير denaturation للإنزيم، بخرب، تمام؟ هذا إشي بدنا نعرفه، مش زي درجة الحرارة. درجة الحرارة قلنا العالية بتعمل denaturation، بس الباردة لا، هون لا، التنين بيعملوا denaturation سواء كان acidic أو alkaline، تمام؟ في عنا هون التجربة ضربنا مثال عشان نحقق ظروف حمضية حطينا عصير الليمون، عشان نحط ظروف قاعدية حطينا اللي هو ال NaOH. التنين هدول بنعتبرهم يعني أقوياء، سواء الحمض يعني الليمون بنعتبره حمض قوي، ال NaOH بنعتبره قاعدة قوية، تمام؟
وبالانبوب الثاني او الانبوب اللي بالنص حطينا عادي مي او بفر يكون نيوترال، يعني اي شيء يكون نيوترال. فزي ما انتم بتشوفوا انه ما تكون عندي فوم في لا في الاسيديك ولا في الالكلاين، تمام؟ لانه شو صار في الانزيم؟ صار له ديناتشوريشن، وبس تكون في الانبوب الثاني اللي هو كان نيوترال. من هون بنكتشف ايش تاني كمان، انه الكتاليز، انزيم الكتاليز بيشتغل احسن اشي في بي اتش 7 اللي هو البي اتش النيوترال. ايش قلنا؟ انه الكتاليز موجود في تقريبا كل الكائنات الحية، موجود تقريبا في كل خلايانا احنا كبشر يعني. ف بما انه احنا اغلب وموجود في الدم كمان، واحنا البي اتش تبع الدم تبعنا 7.4، وتقريبا اغلب جسمنا يعني ما عدا بعض المناطق يعني او السيلز نفسها انها بتكون نيوترال، فطبيعي انه الكتاليز يكون احسن اشي بيشتغل في ظروف نيوترال. فهي مكتوب هون انه بيكون عندي ماكسيم، يعني هو الاوبتيمال بي اتش وين؟ في النيوترال. تمام، هيك بنكون خلصنا. بس معلومة أخيرة كنت بدي أحكيها عن البطاطا، برضو سألتوني عنها، إنه البطاطا أكيد زي ما فيها كتاليز فيها إنزيمات تانية. هاي الإنزيمات يا جماعة إذا تفاعلت مع الأكسجين، تمام، مع الغلاف الجوي، الهواء الموجود في الغلاف الجوي، شو بتعمل؟ بتعطيني نواتج. هاي النواتج أسيدك حامضية، تمام؟ فإحنا هلأ قلنا إنه كل إنزيم له بي اتش خاص فيه، فأنا إذا كل مرة عم بزيد شوي شوي عم بتفاعلوا هدول الإنزيمات مع الغلاف الجوي وعم بيكونوا لي بيئة حامضية أكتر، فأنا هون عم بكون عم بأثر على إنزيم الكتاليز تبعي. فعشان هيك لما أحضر البوتيتو إكستراكت أو البوتيتو جوس، بتأكد إني أسكر العلبة منيح، عشان شو؟ عشان ما يفوت عليها أكسجين ويصير في تفاعلات وتصير البيئة أسيدك، تصير البيئة حامضية. كمان شغلة تانية، إنه زي ما حكينا إنه البرد دائما بيخلي الأشياء يصير لها inhibition وبقلل التفاعلات كتير، فأنا برضو من باب إني أقلل كل التفاعلات بحطه في آيس بوكيت إذا أنا ما عم بستخدمه، تمام؟ بس عشان أحافظ عليه. وهيك إن شاء الله بنكون خلصنا. صراحة أنا ما في عندي أي إضافة أو أي إشي تاني إني حابة إني أحكيه. فمش عارفة إذا أي حدا فيكم عنده سؤال، يعني أهلا وسهلا. مش عارفة إذا حدا فيكم ضل عنده سؤال بحب يسأل. كنت أحكي لكم إنه شفت أسئلة الكويز يا جماعة، اللاب سيفتي، اللاب سيفتي ما في إشي اسمه يعني إنه نكون مغطيين اللاب سيفتي 100%، ما في إشي اسمه نغطي اللاب سيفتي 100%، ما في إشي زي هيك بالمرة. اللاب سيفتي أنتو يعني بده بيعتمد كتير على الكومن سنس، وبالآخر يعني ما فيش مصدر معين تدرس منه لاب سيفتي. دكتور ممكن يجيب أي إشي بخطر في باله، أي سيناريو، أي موقف يخطر بباله ويمشي فيه عادي. ففكرة أنه بدكم تكونوا منطقيين أكتر، بدكم تكونوا دائما تحاولوا تختاروا الإجابة الأقرب للصح، تمام؟ فيعني في ملف اللاب سيفتي اللي كان نازل، رجعنا حاولنا ندور لكم على لاب سيفتي أكتر، أو نحاول يعني نعمل لكم أكتر ونزل ملف، يعني يعطيهم العافية على الملف كتير مرتب. في أسئلة السنوات، في أسئلة لاب سيفتي، شوفوهم مش غلط. فيعني هذا بخصوص اللاب سيفتي، ما هي ما فيهاش إشي ينشرح صراحة. بتكون تحفظوهم، بتكون يعني تحاولوا قدر الإمكان تكونوا منطقيين. فإذا ما حد طلع عنده سؤال ممكن إنا نختم. وآخر إشي صحيح كمان كنت أحكيه لما شفت أسئلة التجربة الأولى، يا جماعة اللي درسوا المانيوال ممكن شافوا أو هيك، وحتى على السلايدات وكذا، هلأ إجاكم سؤال إنه شو الأوبتيكال بارتس أوف ذا مايكروسكوب. هلأ كلمة أوبتيكال دائما إيش بشوف فيه، فهو هم البارتس اللي فيهم جلاس، تمام، فيهم أزاز، بعتبرهم أوبتيكال بارتس أوف ذا مايكروسكوب. فبرضه في ملف السنوات حطيت لكم سؤال عنهم، وحطيت لكم بالأخير شو هم الأوبتيكال شو هم الميكانيكال بارتس من المايكروسكوب، مش غلط إنه نشوفوهم. هلأ إن شاء الله بعد اللايف بننزل كويزات، ممكن ننزل كمان نوتس، أهم النوتس أهم الملاحظات يعني اللي ممكن تكون موضع سؤال. فنستنى دقيقتين. موجود الكتاليز بالبيروكسيزون، نعم. نستنى دقيقتين إذا ما حد عنده سؤال عشان خلص ننهي. أحلى تحية لمرح. ايش اسم المركب بنتج من تفاعل الكتاليز مع الاكسجين؟ الكتاليز ما مش تفاعل مع الاكسجين، الكتاليز بتفاعل مع ال H2O2 مع الهيدروجين بيروكسيد وبيكون لي اكسجين، تمام. هل كل التفاعلات بيلزمها انزيمات؟
تقريبا بجسمنا، خلينا نحكي على الأقل، لأن التفاعلات في الوضع الطبيعي بتحتاج درجات حرارة عالية لنرفع طاقته، وإحنا جسمنا درجة حرارته يعني بسيطة مقارنة بالتفاعلات الكيميائية في جسمنا. تقريبا أغلب التفاعلات فيها الإنزيمات، لكن هل إشي شرط؟ أكيد مش شرط. تجربة البكتيريا داخلة، البكتيريا داخل منها تعرفوا أجزائها، تعرفوا شكلها تحت الميكروسكوب كيف، تعرفوا شو الصبغة اللي أنا بستعملها في البكتيريا. وبس، يعطيكم العافية. طريقة تحضير البكتيريا وأشكالها، بسلة سكوكاي وسبايروشيتس وما بعرف شو، لا مش معانا. إنه تحفظوا المعادلات الموجودة في التجربة 3، أنا ما أتوقع إنهم كانوا كتار، بس يعني أكيد مش راح تحفظوا مثلا تبعت البايرت تيست مثلا، يعني مش راح تحفظوا قصدي شو تركيب الكومبلكس اللي بيطلع، أكيد لا، بس بدكم تعرفوا إيش بالضبط اللي بيصير، إيش اللي بيصير الأكسيدايزيشن، الأشياء المكتوبة، إيش اللي بيكسب إلكترون ولا بفقد إلكترون، يعني هاي الأشياء. أنا آسفة أمل، مش شايفة سؤالك، إذا بترجع تكتبيه كمان مرة. لا بتول، مش الكتاليز اللي بتفاعل مع الأكسجين، لا هدول إنزيمات تانية موجودة في البطاطا هي اللي بتتفاعل مع الأكسجين فبتعطيني بيئة حمضية. هلأ حكيت عنهم، بس قلت للدكتور قال لي لا مش طالب منهم أنا يحفظوا أسمائهم، يضربهم يحفظوا اسم الكتاليز، فتعرف الفكرة، بس مش المفروض يعني مش شرط تعرف شو اسم الإنزيمات التانية. أجزاء الستيريو مايكروسكوب حفظ، يس هم أصلا نفسهم أجزاء تقريبا الكومباوند مايكروسكوب، يعني بيفرق مثلا أماكنهم أو شكلهم شوي، بس كأجزاء وكوظيفة نفس الإشي. طيب عشان إحنا يعني حاسة طولنا كتير في البث، ف إذا ما ضل حدا عنده سؤال، الله يعافيكم جميعا، عشان نخلص نختم. لا بتون، مش البنزوكوينون، بحكي لك اياهم هلا بعد ما يخلص اللايف ببعث لك اسمائهم. اي ملف سنوات قصدي، في ملف نزلت لكم اياه في بوست، مش بس سنوات، هو يعني فيه السنوات، فيه اسئله مقترحه وفيه اسئله كويزات وهيك اشياء. التجربة الثانية، البصل استخدمناه لصبغة لوكلز على أساس إنه نسيج البصل فيه ستارتش. لا عادي، هو مجرد إشي أنا بدي أشوف هل فيه ستارتش ولا لا، يعني أنا ما حطيت البصل أو فحصت عنه في لوكلز تيست عشان أشوف، عشان بعرف إنه هو فيه ستارتش، لا هو بعطيني نيجاتيف ريزلت، قلنا في اللوكلز تيست بس الستارتش والبوتيتوز اللي بيعطوني بوزيتيف. كميات المواد بالتجربة الثالثة نحفظهم، لا بس حكينا الاندوفينول بيهمني كتير. يس زي ما حكالك سعد، هو الكاتيكوليز، هو اللي بيحول لأسيدك، هو الموجود في البطاطا. سؤال الأول بالمحاضرة الرابعة شو جوابه؟ The portion of enzyme substrate complex that is not used up during enzyme catalyzed reaction is. بحكي لنا هلا الانزيم سبستريت كومبلكس ايش هو، حكينا هو الانزيم لما يرتبط بالسبستريت بسميه انزيم سبستريت كومبلكس، معناته هو من ايش بتكون، من الانزيم والسبستريت. بحكي لنا هذا الكومبلكس شو الاشي اللي ما بيستعمله في الرياكشن، ما بيخرب، ما بصير له اشي، ما بتغير، ما بتاثر، هو الانزيم. تمام، الانزيم كله مش بس الاكتيف سايت، هو الانزيم كلياته، زي ما بفوت زي ما بطلع حكينا. شو بتفرق الدروبر عن البايبت؟ فعليا لا مش هلا، البايبت فيه لها انواع، تمام، مش بس يعني البايبت فيه لها انواع، في فيكست فوليوم بايبت وهيك، ما في ضروره تعرفه، بشكل عام بدك تعرفه انه بتقدر تعتمد تعتبر هلا في هاي المرحله انه البايبت هي نفس الدروبر، بس هي مش هيك. الدروبر اشي بس باخده عشان انقط فيه، البايبت انا بستعملها لاخذ احجام محدده، تمام، من المادة اللي أنا بدي إياها. تمام، أتوقع إنه هيك خلصنا.
محمد رجع سأل كمان مرة إذا كل التفاعلات بيلزمها إنزيمات. محمد مش كل يعني بصورة عامة في جسمنا تقريبا كل تفاعل له إنزيم، لأنه حكيت لكم درجة حرارة جسمنا يعني مش درجة حرارة عالية تعتبر للتفاعلات الكيميائية، فبتحتاج إنه يكون في إنزيم يساعدها. تمام، بس أكيد مش كل تفاعل في الدنيا لازم يكون في له إنزيم، لا عادي. طيب أتوقع إنه هيك رح ننهي. بتمنى لكم التوفيق بكرة. مرة أخرى لو سمحتوا يا جماعة إنه تشيكوا قبل على الأقل نص ساعة إنه كل أموركم تمام، اللي ما عنده جروب لو سمحتوا خبروني عشان يعني نظبط الوضع. وإن شاء الله إنه هيك تمام. دكتور بطمنكم إنه الامتحان رح يكون سهل، إنه الأشياء بسيطة وواضحة، بالذات للتجربتين اللي ما أخذتوا عنهم كويز. يعني ما تخافوا، الأسئلة رح تكون موزعة بالتساوي. كل لاب أتوقع هو عليه 5 علامات، اللاب خمس أسئلة، لاب ريجيليشن عليه 5 أسئلة، اللاب 1 5 أسئلة اللي هو المايكروسكوب، اللاب 2 عليه 5 أسئلة، ولاب 3 ولاب 4 كل واحد من هدول عليه 5 أسئلة على حسب ما قال الدكتور يعني. وبس، فركزوا وشدوا حيلكم، بالتوفيق لكم. كمان مرة أي سؤال إحنا جاهزين، ويعطيكم ألف عافية. أتوقع هيك تمام، الله يعافيكم جميعا.